صباح الخير والهنا، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. النهارده المفروض اجازه رسميه، لكن احنا ما عندناش الاجازات، احنا بنكون موجودين لما بيستدعي الامر، وعندنا طبعا ماتش مهم جدا، فكان لازم ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم. احنا هنتكلم في تفاصيل طبعا كل اللي جاي الخاص بالنادي الاهلي على مدار الحلقه النهارده. بونجور كريم، كل سنه وانت طيب يا رب. وانت بصحه وسلامه، صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم. يمكن تبقى الميزه النسبيه في الموضوع ده ان النهارده عشان الناس كلها مأجزه، فهتبقى في نسبه متابعه كبيره لحلقتنا النهارده كما نتمنى. بنصبح على كل حضراتكم طبعا مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، هنتكلم كالعاده من خلالها عن كل كبيره وصغيره تخص النادي الاهلي. وبرده كالعاده في الساعه الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الاولى هينورنا فيها الدكتور باسم تهامي رئيس البعثه المصريه للاولمبيات الخاص، وكمان هتشرفنا معاه اللاعبه اسماء فتحي رمضان لاعبه منتخب كره السله بالاولمبيات الخاص المصري. الفقره الثانيه هيكون معانا فيها كابتن اسلام عادل نجم النادي الاهلي السابق، ودي تحديدا الفقره اللي هنفصص فيها كل حاجه متعلقه بالنادي الاهلي. تابعونا ان شاء الله تجدوا ما يسركم. كلام محترم جدا، وزي ما كنت بقول بقى ونخش في الموضوع على طول، عايزين نتكلم طبعا عن الاهلي والانجازات اللي هو محققها حتى هذه اللحظه، واللي احنا ما بنوقفش عندها قوي، لان انت برضو عندك مباراه مهمه جدا، عندك الاهلي وبيراميدز. والاهلي وبيراميدز بقى مؤخرا يا كريم برضو ليه طابع مختلف، يعني ما كناش نسمع عن ده في المواسم اللي فاتت، لكن بيراميدز فعلا محقق هذا الموسم انجاز كبير جدا، ويمكن لاول مره انت بتتكلم الثاني في ترتيب كمان جدول الدوري. لا، في انجاز حاصل. انا بحب جدا الانديه حتى وان كانت انديه حديثه او مستحدثه، ولكن اللي هي بتشتغل على نفسها وبتبدا ان هي تطور كمان من ترتيبها وغيره، وده يمكن حاصل في بيراميدز. وده بالمناسبه يفيدنا احنا كنادي اهلي، انت في الاول وفي الاخر عايز دوري قوي، عايز دوري فيه تنافسيه شديده، وان كان في الاخر انت كده كده بتبقى ضامن بنسبه اكبر، يعني الحمد لله حصولك على البطوله، وده اللي الكلام والتاريخ بيقوله، مش راينا احنا الشخصي، لكن حلو ان انت تلاقي برضو انديه مختلفه بتتطور وغيره، ومنها يمكن كمان سيراميكا اللي هنتكلم عليه في خبر طبعا، و المباراه بالامس. يعني في اداء كويس جدا، في تنافسيه في الدوري، في كمان شغل من باتشيكو طبعا المدير الفني لبيراميدز. انت عارف بيراميدز والاهلي تقريبا 13 مواجهه ما بينهم وما بين الاهلي، احنا فزنا في 6 ماتشات على بيراميدز، تعادلنا في 3، يعني اعتقد برضو ارقامنا فيها طبعا فوارق كبيره جدا، لكن في الاول وفي الاخر برضو نادي مقدم شيء محترم جدا كمان مع باتشيكو. بس علاقتنا باتشيكو برضو هو اكيد حضراتكم كلها يعني كلكم عارفينها، الاهلي متفوق بنسبه كبيره جدا، الناس كانت حتى بتقول لك باتشيكو وشه حلو على الاهلي يعني لما كان بيدرب انديه اخرى قبل كده، بس مالناش دعوه بالكلام ده خالص، هنيجي دعوه بنفسنا بان شاء الله المباراه القادمه باذن الله تكون مباراه قويه جدا او فيها تنافسيه في الملعب، لكن اكيد تكلل بالفوز للنادي الاهلي ان شاء الله. والحقيقه زي ما انت بتقولي كده يا هواند، هو فكره مش بس منسوبي النادي الاهلي او محبي وعشاق النادي الاهلي، المفروض ان الناس اللي بتحب كره القدم عموما، الناس اللي بتتابع الدوري المصري بشكل عام، يهمها ان كل الفرق تكون اقوى من بعض. وبالمناسبه النادي الاهلي كده ومن قديم الازل، فكره ان انت تبقى القطب الاوحد في منظومه او في دوري او في بطوله ما، اكيد دي حاجه ما تسعدش حتى جماهير النادي الاهلي. بنحب نستمتع باداء النادي الاهلي اللي بنشوف فيه تفوق. بنحب نفوز بايه؟ طبعا يعني فاهمه، يعني فكره ان تبقى الدوري مشتعل وفعالياته قويه ومنافسات حاضره بقوه، دي في مصلحتنا كلنا، ونتمنى ان شاء الله ان ده يحصل يعني ابتداء حتى من الموسم القادم على طول. عايزين كمان نتكلم مع حضراتكم عن حاجتين نقف عندهم كده. تعالوا نقف اولا عند فوز كهربا بجائزه افضل لاعب في الجوله 33 من الدوري، طبعا دي الجائزه اللي اعلنتها رابطه الانديه المصريه المحترفه. اختيار كهربا جاء من خلال الجماهير، وجاء بعد منافسه قويه مع احمد سيد زيزو لاعب طبعا الزمالك، وصلاح محسن مهاجم سيراميكا، واللاعب الغاني ياو انور مهاجم فريق الاسماعيلي. دي نقطه. الحاجه الثانيه كمان عايزين نقف عندها شويه متعلقه بالموسم الجديد، وهي اللي بتخطط له رابطه الانديه المحترفه لزياده عدد الجماهير في مباريات الموسم القادم، لتصبح 10,000 مشجع لكل مباراه بدلا من 6,000 مشجع. ابتدت بالفعل في مخاطبه كل الجهات المعنيه، والموضوع ده اعتقد ان هو يهمنا كلنا، لانه هدف رابطه الانديه اللي اعلنوا عنه على فكره قبل كده هو حضور الجماهير للمباريات في بطوله الدوري الممتاز الموسم المقبل بالسعه الكامله للاستاد. واكيد احنا عارفين ان ده طبعا بيتطلب خطوات تدريجيه، تعالوا نقول، فهم ماشيين في التراك ده، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل للنتيجه المرجوه عشان نسعد زي ما بنسعد بالماتشات والفنيات والمهارات بتاعت اللعيبه. الجماهير الشطات اللي بتستعرضها الكاميرات في اي مباراه
مهمه سواء للنادي الاهلي او لغيره، لا الجماهير بيفرقوا كتير، بيحلوا يعني بيحلوا الشكل العام والصوره مليون في المية. طبعا شيء كان رائع، وشفنا كمان التتويج بتاع الاهلي بالدوري طبعًا. وشفنا طبعًا. المشهد كان حلو ازاي، والناس كانت فرحانه ان هي كمان تشوف اهالي اللعيبه واولادهم ان هم يكونوا متواجدين، يعني كان مشهد اعتقد اكتر من رائع. وحتى الناس اللي هي كانت بتتفرج من خلال الشاشات حست، انا ما روحتش بصراحه، بس انا حسيت فعلا ان احنا بنتفرج ومتواجدين، الروح كانت موجوده، حسينا بالسعاده اللي كانت موجوده فعلا في الملعب ومن الاهالي ومن الجماهير. فيعني مزيد ان شاء الله من اهو، يعني انا بتكلم دلوقتي والمشهد احنا مش هننسى اللقطه دي طبعا، لقطه مشهوره، غير الاطفال اللي كانوا موجودين بنسبه كبيره جدا يا كريم، واللي اهاليهم بيبقوا حريصين ان هم يبقوا متواجدين في السن الصغير ده عشان محبتهم للنادي الاهلي تتزرع من سن كمان صغير. كان مشهد اعتقد في غايه الاحترام طبعا. وكان حلو كمان احنا نشوف اهالي اللعيبه، انا زي ما كنت بقول لحضراتكم ولادهم بالذات، كل ده برده بيرسخ، مين عارف ممكن يكون كمان كام سنه تلاقي الاولاد دول ممكن يكملوا المسيرة مع النادي الأهلي. وده على فكرة أنا معاه جدا، وارد قلت الكلام ده قبل كده، مفيش حاجة تعيب أبدا إن لاعب ابنه يطلع لاعب كورة كمان شاطر، أنت بتبقى جيل بيسلم جيل بيسلم جيل في النادي الأهلي، ده يبقى مكسب كبير لينا. فنتمنى يكون ده حاصل على أرضية الملعب طبعا وفي النادي الأهلي. وده المشهد برضو كان حلو جدا لما كان كابتن محمود الخطيب هنيهم قبل تسليم طبعا الميداليات والدرع، يعني وكلنا كنا مركزين جدا، وناس كتيره كانت عماله تتساءل على بعض الشخصيات اللي كانت الكاميرا مركزه معاهم، وفي الاخر عرفنا مين، يعني انت فاهم قصدي طبعا. كان مشاهد حلوه جدا بصراحه. اللقطات دي كمان وامام عاشور لما برضو اللقطات بتاعته اللي كان ناس كتيره جدا حريصه يا كريم ان هي تتابع وضع امام مع اول بقى حضور ليه. بطبيعة الحال وده شيء متوقع جدا طبعا، بس انا بكلمك على فكرة الفرحة اللي كانت موجودة، يعني على وشوش اللعيبة واهالي اللعيبة وابناء واباء اللعيبة اللي كانوا حاضرين وبيحتفلوا معاهم بعودة الدرع مرة تانية لمقره الدائم، المكان الطبيعي ليه، يعني دولاب البطولات في النادي الاهلي. احنا بنتكلم على بطولة عزيزة جدا وغالية جدا على كل الاهلاوية، وزي ما بنقولها دايما لكل حضراتكم، ايا كانت الانتصارات اللي احرزها النادي الاهلي في اي موسم من المواسم، تلاقي جماهير النادي الاهلي بالنسبة لها كل الدروع والكؤوس كوم، لكن درع الدوري لا، ده وضع شديد الخصوصيه. صحيح، بطوله مميزه وخاصه عند الاهلاويه اكيد. طبعا. عايزين ننتقل بقى لسيراميكا، وهروح لفريق سيراميكا كليوباترا، ولازم نقول لهم مبروك بصراحه طبعا. التتويج بكاس الرابطه بعد الفوز على المصري 4-1، مباراه كانت قويه جدا طبعا. يعني تقدم فيها سيراميكا وثنائيه كانت نظيفه في الشوط الاول، وبعد كده طبعا عن طريق كان عندهم على فكره لعيبه محمد عنتر وصلاح محسن طبعا، وفي الشوط الثاني احرز حسام جريش هدف المصري، لكن سيراميكا عاود التسجيل، وطبعا اضاف محمد شكري الهدف الثالث بتسديده كانت يا جماعه رائعه. ما اعرفش مين تابع الماتش بس اطلق عليها الصاروخيه فعلا، وبعد كده صامويل الماضي الهدف الرابع لسيراميكا، يعني بصراحه يستحق هذا التتويج واللقب الاول ليه اصلا في تاريخه في النسخه الثانيه من البطوله المحليه، اتكلم لكاس الرابطه. وناس كتير برضو كان عندها علامه استفهام على الفوز ده، ليه بقى؟ لان انت لسه بتتكلم ان الكابتن طبعا حلمي طولان اللي قعد فتره مع سيراميكا بيدربهم بعد ما انتهى التعاقد طبعا ما بينه وما بين النادي بشكل محترم وبالتراضي، وبعدين من فتره قصيره جدا كابتن ايمن الرمادي طبعا هو اللي تولى قياده وتدريب يعني سيراميكا بعد برضو تدريبه لاسوان، واللي الناس قالت لك هي رحله ناجحه، والناس قالت لك مش رحله ناجحه قوي، بس انا بشوف ان اسوان مع او تحت قياده كابتن ايمن الرمادي برضو كان مقدم كذا مباراه قويه جدا، منها مباراه امام الزمالك على سبيل المثال ما قدمه من فعلا لعب جميل. فلا كابتن ايمن الرمادي بصراحه انا من الناس اللي شايفاه فعلا سي في كويس جدا، درب في اكتر من نادي خارج مصر وداخل مصر، من نادي دبي ونادي الامارات وعجمان، وكان ليه يعني تجارب جديده واكسبيرينس او خبره كبيره جدا في التدريب. وبصراحه اللي هو عمله مع سيراميكا يعني لسه يا كريم ايام قليله جدا من حصوله على هذا البوزيشن او يعني الموقع ده، ويحقق ده معاهم اعتقد برضو ده انجاز كبير جدا، ويحسب ليه طبعا، ويحسب اكيد برضو الكابتن طولان، لكن يحسب اكيد برضو الكابتن ايمن الرمادي. فلا برافو فعلا سيراميكا، يستحقوا ان احنا نبارك لهم، وان شاء الله يكون الانجاز اللي اتحقق ده يعني فتحه خير عليهم، ونشوفهم بينافسوا بقوه
في النسخ القادمه ان شاء الله من الدوري المحلي. تعالوا بقى نروح لمنافسات بطوله اللواء علي كامل للماسترز السباحه اللي هي سباحه الاساتذه اللي اختتمت فعالياتها بالامس في مجمع حمام السباحه في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. حصل النادي الاهلي على الكاس العام للبطوله وكاس الرجال، ويحصل نادي هليوبلس على كاس السيدات. البطوله اقيمت بمشاركه 17 نادي و270 سباح وسباحه على مدار يومين اللي هم يوم 21 و22 يوليو الجاري. يعني اطلق اسم الراحل علي كامل سباح النادي طبعا السابق على هذه البطوله تكريما وتخليدا لذكراه، وتم منح اسرته درع النادي على هامش فعاليات هذه البطوله. حضر طبعا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره والمهندسه ميسة علي كامل ابناء اللواء الراحل علي كامل، حضروا منافسات هذه البطوله في اهلي مدينه نصر. الأخبار برضو الحلوة سريعا خلينا نروح لمنتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة، طبعا بنتكلم هنا ناشئين، ان هم تأهلوا لكأس العالم رسميا خلاص بنتكلم بعد ما نجحوا في الفوز على منتخب مالي بنتيجة هنا 66-58 في نصف نهائي بطولة افريقيا اللي بتستضيفها طبعا تونس، وكنا انا وكريم بنغطيها مع حضراتكم الفترة اللي فاتت. المهم اللي احنا عايزين نقوله ان بس يعني حقيقي منتخب مصر قدم أداء رائع جدا وقوي جدا، رغم انت بتتكلم عن كمان قوة المنتخب المنافس او منتخب مالي، لكن انت قدرت تقدم شيء محترم. طبعا انا بتكلم عن كاس العالم، كاس العالم هيقام في تركيا، ويعني هيبقى بنظام بطولة افريقيا ان هو بيتأهل البطل والوصيف لكاس العالم، يعني بالتوفيق طبعا وكل التوفيق لمنتخبنا، لكن احنا في سعداء جدا بيهم ان هم بيحققوا انجازات بهذا الشكل. كمان بتتكلم مش فريق اول، لكن بتتكلم كمان ناشئين، فده طبعا بيطمنك على اللي جاي، فكان لازم برضو نبارك لهم. على فكره اللي انت بقى بتتكلمي عنه ده متحقق بحذافيره في حاله الاسكواش. احنا الاسكواش طبعا مش محتاجين نتكلم مع حضراتكم في هيمنه المصريين الرجال والسيدات على عالم الاسكواش بشكل عام. ده طبعا على صعيد اللعيبه اللي هم سنهم بيخليهم يشتركوا في كل البطولات الكبيره. على صعيد بقى الناشئين ودي برضو حاجة تفرق، تعالوا نروح لبطولة العالم للناشئي الاسكواش المقامة في أستراليا. توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للعام الثاني على التوالي. كمان لعبنا سلمان خان فاز بالميدالية البرونزية، وفازت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير بميداليتين تانيين في منافسات السيدات. بالمناسبة طبعا زي ما كنت لسه بقول لكم، يعني نجوم مصر بيتصدروا قائمة أكثر الدول تحقيقا للقب بطولة العالم في المنافسات الفردية برصيد 27 لقب، 14 لقب منهم للناشئين و13 لقب منهم للناشئات، وده يعني من وقت انطلاق البطولة سنة 1980، وده في حد ذاته وبشكل ضمني في تأكيد وترسيخ لفكرة هيمنة المصريين على دنيا السكواش أو عالم السكواش. صحيح. وفكرة إن احنا كمان بنبتديها من سن الناشئين دي حاجة حلوة، وتطمنك على اللي جاي إن شاء الله. تطمنك لأن كمان حتى وإحنا بنتكلم إن من زمان السكواش هي الرياضة اللي مصر أشهر فيها وأنجح فيها طبعا. لكن ما كانش بالنسبة للعدد اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني أنا فاكرة زمان أحمد برادة وإحنا صغيرين كان حاجة واو، يعني أحمد برادة، لكن ما جاش كتير نجوم وقتها زي أحمد برادة، فكان هو فتح الباب بشكل او باخر تقريبا. كانت الستارت او البدايه كان عند احمد براده، وبعد كده كان عندك اسماء كتيره جدا بقى لمعت بعد كده، واجيال كمان مختلفه بشكل كبير، وبعد كده رحنا ليه كمان يعني السيدات مش بس السكواش اللي بنتكلم على رجال. فطفره فعلا كبيره جدا تطمنا على اللي جاي. نفسنا بس السكواش فعلا يدخل الاولمبياد، ولو ان انا متاكده ان لو ده هيحصل لو مصر في يوم من الايام او سنه من السنين استضافت يعني ان شاء الله الاولمبياد، لان هي باذن الله ده ممكن يكون جاي يعني في الخطه، حتى لو هنقول طويلة المدى، بس في يوم من الأيام ده هيحصل عندنا بإذن الله. لكن أي دولة تانية حتى لو هي الدولة المضيفة ما أعتقدش إن هي هتختار رياضة الإسكواش لما بيكون ليهم الاختيار، لأن مفيش دولة تقدر تنافس مصر فعلا. بنتكلم حضراتكم بلغة الأرقام سواء على السيدات أو الرجال في الإسكواش، فمفيش دولة بالتالي هتختار الإسكواش إن هي تكون ضمن الرياضات اللي هي بتضمها يعني لما هي تكون مستضيفة. على كل حال نتابع درجات الحرارة وزي ما بلاش ما بلاش لا بس هقول لك على حاجة. أنا فاكرة دكتور منار كانت قالت لنا الأسبوع اللي فات، نهاية الأسبوع اللي فات كانت قالت لنا الأسبوع هيمتد الارتفاع ده هيمتد خلال كمان الأسبوع القادم، لكن المفروض النهاية تكون الأسبوع ده. يعني الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اللي احنا بنشهده، وبالمناسبة بتشهده يعني البلدان المختلفة في العالم كمان مش بس في مصر، المفروض ان هو هينتهي هذا الأسبوع. فعلى كل حال خلينا نطمن ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب ناخد مزيد من التفاصيل. يا خوفي والله العظيم انا قلقانه. دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور بونجور، صباح الخير على حضرتك.
صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. واحنا قلقانين نسال والله العظيم، عشان الاسبوع اللي فات يعني كان في اضطرابات كده وارتفاع شديد في درجات الحراره، بس خلينا نامل ان احنا نطمن من حضرتك هذا الاسبوع الوضع هيكون عامل ازاي، هيكون في استقرار شويه انخفاض الى حد ما، خلينا نعرف من حضرتك. اتفضلي. هو للاسف لسه مكملين في ارتفاع خلاص كده تمام قلت لك كده الاجابه وصلت. طالما للاسف يبقى كلام حضرتك واضح يا فندم، مش محتاجه تفكر، دي خلاص الصوره وضحت تمام. وبقينا بنتكلم دلوقتي كمان عن القبه الحراريه وعلى حاجات كتيره، وايه يعني هو كوكب بيغلي اليومين دول ولا ايه الحكايه؟ هو بالفعل يمكن معظم دول العالم خلال الوقت ده بتشهد ارتفاع في درجات الحراره، وموجه ارتفاع في درجات الحراره بتسجل قيم درجات حراره غير مسبوقه. احنا خلال هذا العام بيأثر علينا عده الظواهر اجتمعت كلها مع بعض عشان يحصل اللي احنا بنشوفه والتطرف المناخي اللي احنا عمالين بنشوفه. اول حاجه طبعا بيأثر علينا خلال هذا العام ظاهره جويه اسمها نينيو. ظاهره النينيو دي بتأثر علينا في بعض الاعوام، والعام اللي بيأثر علينا فيه نينيو بيكون مرتبط دايما بارتفاع درجات الحراره، لان الظاهره الجويه دي بتأثر دايما على درجه حراره المحيطات، وخاصه في المحيط الهادي بيبدأ يحصل في ارتفاع في درجات الحراره على سطح المحيط، فبالتالي بتؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه، وبتؤدي لتغير في منظومه التوزيعات الضغطيه. السنه اللي بتحصل فيها النينيو بيحصل فيها ارتفاع في درجات الحراره في معظم البلدان، بالاضافه كمان خلال هذا العام ايضا بيأثر علينا القبه الحراريه. القبه الحراريه ده هو امتداد المرتفع الجوي لطبقات الجو العليا. مرتفع الجوي لطبقات الجو العليا بيعمل اول حاجه على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، كمان بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. القيمة الضغطية في المرتفع الجوي ده لطبقات الجو العليا بتبقى عالية بشكل كبير، فبيتم تسخين الهواء تحت الضغط العالي، فأي هواء ما بيطلعش لفوق، الهواء بينزل لتحت، وهو نازل تحت سطح الأرض بيحصل له تسخين بشكل كبير. وكمان طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري اللي كلنا بنتكلم فيها وحبس الحرارة في طبقة الغلاف الجوي، كل الظواهر دي اجتمعت مع بعضها عشان يحصل موجة غير مسبوقة من الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة في كل دول العالم. بعض المناطق من الولايات المتحده الامريكيه بتسجل تتجاوز ال 50 درجه مئويه، بعض المناطق من جنوب اوروبا 45 درجه مئويه، حتى كمان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب درجات حراره 48 درجه مئويه، والخليج طبعا احنا بنسجل درجات حراره 55 درجه مئويه، فبالتالي في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره في كل دول العالم، منهم كمان جمهوريه مصر العربيه، بس يمكن احنا اقل تضررا بدرجات الحراره، لان احنا ربنا حمينا بوجود البحر المتوسط. لما الكتل الهوائيه الشديده الحراره اللي درجات حرارتها بتتجاوز ال 50 بتمر على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل، قيم درجات الحراره بتنخفض فيها، لكن بتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. خليني اكد ان نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحراره، كل ما زادت نسب الرطوبه كل ما حسينا ان الجو احر او في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. يعني احنا على سبيل المثال العظمى على القاهره الكبرى المتوقع اليوم 36 درجه مئويه في الظل، وطبعا في الظل لان دي المعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه، لكن المواطن بيحس قيم درجات حراره اعلى من القيم دي، طبعا بيحسها اعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات بسبب الرطوبه. لو انا موجود في اشعه الشمس بشكل مباشر هحس بقيم درجات حراره اعلى، وعلى مدار هذا الاسبوع كله هيكون متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى عظمى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه، محسوسه ممكن توصل ل 42 درجه مئويه، بالاضافه كمان يمكن المناطق الموجوده في الصعيد العظمى بتوصل ل 45 درجه مئويه، المحسوسه بتوصل ل 46 درجه مئويه. في جمهوريه مصر العربيه كمان احنا بيأثر علينا منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي دي الكتل اللي معاه بتبقى جايه من على البحر المتوسط، فبتؤدي لزياده نسب الرطوبه، يجي المرتفع للطبقات الجو العليا يحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي احنا بنحس بارتفاع درجه الحراره فتره النهار، كمان فترات الليل، يمكن فترات الليل الجو بقى اصبح فيه رطوبه عاليه بإحساس باجواء مائله للحراره رطبه، خاصه كمان ان في هدوء سرعات رياح، هدوء سرعات الرياح ده يعني يخلينا نحس بنسب رطوبه اعلى ويخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره، بس على الاقل نهايه هذا الاسبوع الموجه دي مكمله معانا، وكمان ان الموجه تستمر معانا لفتره طويله ده مش متعودين عليه، دايما متعودين ان موجات ارتفاع درجات الحراره تكون مدتها يوم يومين ثلاث اربع ايام بالكثير وتنكسر الموجه، لكن احنا مستمرين حوالي اسبوعين او اكثر ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ده يحسسنا اصلا ان في ارتفاع كبير في درجات الحراره. ان شاء الله مع بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله ويمكن مع بدايه شهر اغسطس تبدا درجات الحراره تعود بالمعدلات الطبيعيه لها باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله. في اي حاجه ثانيه؟ أنا تعبت. هو احنا بس لازم ناخد احتياطاتنا بشكل طبعا يعني طبعا، بس هي في نقطة يا دكتور،
ان طول عمرنا شهر 8 هو اللي اشد حراره من شهر 7، بس واضح ان السنه دي مع كل التفسيرات اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، لا يعني الوضع مختلف. شهر 7 هو اللي اشد حراره وارتفاع في درجات الحراره من شهر 8، يعني اول مره اسمع ان شهر 8 هيكون افضل. يعني دايما نقول كل 7 بيبقى افضل من 8، يعني صح في عكس. هو احنا دايما في 7 قيم درجات الحراره اعلى، لكن في 8 عشان نسب الرطوبه بتبقى عاليه جدا، بتبقى ذروه الرطوبه، فبيبقى باين فكده بنحس ان 8 هو باين اكتر ان هو اعلى حراره. لكن احنا الى الان يوليو يعني بالفعل او شهر 7 هو الى الان هو اعلى درجات حراره خلال هذا العام تحديدا. الاسبوع الاول من شهر يوليو سجل متوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه اعلى درجات من 100 سنه، سجل 17.2، وده مزيد من الاحترار، يعني مزيد من التغيرات المناخيه. على كل حال ربنا يعدي هذه الموجة على خير، لأن بجد صعب جدا. ناس كتيرة حتى الناس اللي بتحب الصيف، لو هنتكلم بقى بجد طبعا الصيف حلو وكل حاجة والناس في ناس بتحبه، بس فعلا ليه أضرار شديدة جدا. الكلام حضرتك بتقوليه، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بهذا الشكل، في ناس كبار سن وفي أطفال ما بيتحملوش هذا الجو، خصوصا إن احنا مش سهل إن احنا نعدي بظروف، أو مش عندنا قامن الموضوع، أو يعني حاجة احنا واخدين عليها. فإن شاء الله فعلا تعدي على خير هذه الموجة والجو يبقى أفضل الفترة اللي جاية، لأن فعلا صعب جدا كده. بشكرك جدا دكتور منار، وبجد لازم ندعي للناس اللي ظروف عملها بيتطلب الوقوف في الشمس في الشوارع في عز الظهر في عز الحر، يعني طبعا ربنا يكون في عونهم. ولازم الناس دي تكون واخدة بالها كويس جدا يا كريم، أضعاف أضعاف الناس العادية اللي بتنزل بشكل يعني مش مباشر للشمس او بيتعرضوا للشمس، لان لا قدر الله ممكن يجي لهم اعراض وحشه جدا، منها طبعا ضربه شمس وحاجات زي كده، وسمعناها الفتره اللي فاتت كمان الناس كتير اتعرضت فيها. انا نفسي بقى نعدي مرحله ان احنا كمان ندعي لهم وناخد خطوه عمليه تجاه الناس. صح، هتعمل ايه؟ طب مثلا اقول لك يعني مجرد اقتراحات مرتجله، العمال اللي في البنى، المسؤول عنهم، المدير المباشر بتاعهم، الشركه اللي هي متعاقده معاهم وهم بيبنوا لهم، الناس اللي بتفضل واقفه على كعوب رجليها في جو حضراتكم شايفين واصل في قسوته الى اي درجه، يعني نوزع الناس دي مثلا كبات، نوزع عليهم ميه ساقعه، جيب لهم مراوح ضخمه مثلا. بلاش حتى دول، يعني احنا نفسنا الناس اللي ماشيين في الشوارع، خلي بال حضراتكم الشوارع مليانه ناس من يعني من فئات عمريه مختلفه، منهم كبار سن، ما بين بقى عاملين، ما بين الناس البنايين، ما بين الناس اللي هم مثلا رجال المرور وشرطه المرور، ما بين حتى الناس اللي هم مشردين ما لهمش ماء، وكل الناس دي امانه في رقبتنا بشكل او باخر. لازم لو نقدر كل واحد فينا وهو ماشي الصبح رايح من والى اي مكان يبقى مسقع له 3-4 ازايز ميه ساقعه يوزعهم على الناس اللي هيقابلهم في الطريق، هياخد له دعوتين حلوين علها ساعه اجابه. وفكره ان احنا لازم نتعاون مع بعض في الاجواء القاسيه الاستثنائيه دي بعيدا عن الاجر والثواب، دي حاجه عظيمه جدا، ده واجب مننا تجاه اخواتنا واهالينا اللي ظروفهم الماديه واقدارهم خلتهم دي طبيعه حياتهم ودي طبيعه الظروف اللي هم بيشتغلوا فيها يوميا في اجواء ما يعلم بها الا ربنا. صحيح، وحتى الناس اللي هي مستورة الحال، في مهندسين مواقع وكده طبعا، يعني كل الليفلز كل الفئات لازم كلنا نبقى عندنا، لو مضطرين نتعرض للشمس عندنا بعض الارشادات، بعض الحاجات اللي ممكن نخلي بالنا منها، زي ما انت بتتكلم الميه الكتير دي مهمه جدا في طبعا. ناس يعني الميه مش في حساباتها اصلا، اعرف ناس كتير كده عن حساب الشخص ده غلط جدا جدا. والله انا هوند من صيفين فاتوا، وانا مش فاكر يعني كنت انا اتكلمت معاك في القصه دي وحكيتها لك ولا لا، بس من صيفين فاتوا وما كانش جو زي اللي احنا فيه ده تماما، كان الوضع مختلف تماما يعني بالمقارنه، لكن وكنت في منطقه روكسي في مصر الجديده، وكنت معدي عند واحد من اشهر محلات الشاورما المعروفه في المكان هناك، اقسم لك بعزه جلاله الله انا شفت قدامي شاب، ومش مثلا هقول لحضراتكم حد كبير في السن، شاب من الباعه الجائلين، والله انا هوند سقط من طوله كده، وقع على الارض من طوله، الناس طبعا اتلمت واللي جاب له ميه واللي ضربات الشمس ما بتفرقش. صح، فربنا يهون ويعين وخلي الصيف بقى ينفع. خلي الصيف يا الناس بيحب الصيف. خلينا نروح فاصل سريع، اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش، خليكم معانا بعد الفاصل. عودة العشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى نتعرف سوا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه نورهان طمان. نورهان متواجده حاليا في اهلي الجزيره، صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي.
يا صباح الفل يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، دايما زي ما عودناكم نطلعكم على اخبار النادي والاجواء، ويمكن زي ما تعودنا في الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا ابواب النادي بتفتح لاعضاء النادي، وفي ناس كتير طبعا بتحب تيجي تاخد يمكن قهوتها اول يمكن ساعه من اليوم هنا في النادي وتستمتع بالشمس الخفيفه يمكن قبل ما الشمس تبقى حاميه شويه في الساعات يعني على طبعا بدايه الظهيره. كمان خليني اقول لكم انه طبعا الاجواء هنا في النادي جميله جدا، والناس كلها مبسوطه باللي بيقدمه النادي الاهلي على جميع الاصعده، سواء على الفرق الجماعيه او الفرديه او حتى على مستوى طبعا الاداء الاداري لمجلس الاداره. يمكن النهارده طبعا جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي هنا منتظرين مباراه طبعا مواجهه بيراميدز في المباراه المؤجله من الجوله 28. يمكن مباراه بيراميدز دايما بيكون ليها طابع خاص مع جمهور النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي حسم لقب بطوله الدوري، ويمكن كمان توج بالدرع في المباراه الماضيه مباراه حرس الحدود اللي انتهت بتعادل الفريقين. وعلى الرغم من التعادل الا انه النادي الاهلي كان حسم طبعا اللقب ال 43 في تاريخه والبطوله المحببه للنادي الاهلي وجماهيره. يمكن طبعا في الاستعدادات الاخيره لمباراه اليوم كانت امس هنا على ملعب مختار التتش، مستر كولر كان مهتم ان هو يوصل للاعبين وجميع اللاعبين على اهميه المباراه واهميه تقديم مباراه جيده تليق ببطل الدوري، وعدم الاستهتار من المباراه وعدم التعامل مع المباراه على انها تحصيل حاصل. ويمكن كان يعني كان في كلام انه هيتعامل مع المباراه بكل جديه من خلال تشكيل كامل يعني للاعبين، وطبعا الاساسيين هيكونوا موجودين في مباراه اليوم، والتعامل مع كل المباريات زي بعض. يمكن مستر كولر بيطمح لبعض الارقام القياسيه مع الفريق، مش بس تحقيق البطولات، ودي مرحله يمكن بعد ما حقق طبعا كل البطولات وحقق العلامه الكامله منذ تولي قياده الفريق. ويمكن طبعا حاله من البهجه بتنتاب جمهور النادي الاهلي من اداء طبعا مستر مارسيل كولر السويسري اللي يمكن قاد الفريق في مرحله حرجه جدا، والحمد لله قدر يخرج بالفريق بكل البطولات اللي شارك فيها. كمان خليني اقول لكم انه يمكن طبعا بعض اللاعبين هيكونوا زي ما قلنا لكم الاساسيين هيكونوا ان شاء الله متواجدين النهارده. كمان خليني اقول لكم انه في يمكن بعض العروض اللي بتقدم لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني حول معسكر الفريق القادم الخارجي عن طريق بعض الوسطاء، ولكن حتى الان لم يتم تحديد مكان معين او بلد يعني هيكون فيها المعسكر او هيقام فيها المعسكر، ولكن بعض الوسطاء زي ما قلنا لكم عرضوا على الجهاز الفني عده بلدان زي هولندا والامارات واسبانيا وطبعا النمسا. كمان خليني اقول لكم انه مستر كولر زي ما قلت لكم لسه ما حددش المكان اللي هيكون فيه معسكر الفريق. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى، فيمكن فريق 2011 يعني السباحه النهارده كان بيتدرب في فجر اليوم، يمكن تابعناهم من شويه، كانوا لسه يعني التدريبات انتهت منذ قليل باستعدادا لبطوله القاهره اللي ان شاء الله هتكون في طبعا اول شهر سبتمبر المقبل. كل التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي في جميع الالعاب. يمكن كمان خليني اقول لكم انه طبعا يعني لازال يعني التوافد مستمر على فرع القاهرة الجديدة، وطبعا في التجمع الخامس، والناس لسه بتسأل والناس لسه مهتمة ان هي تسأل عن يعني اسعار يعني عضوية فرع التجمع الخامس، ولا زال يعني طوابير كتير جدا موجودة في الفرع، وطبعا اقبال كبير جدا على لجنة العضوية اللي بيرأسها السيد طبعا طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وعلى ذكر التوافد ايضا لازال التوافد مستمر على طبعا مصيف النادي الاهلي ومنتجع النادي الاهلي في مارينا اللي تم افتتاحه مؤخرا، في طبعا يعني حاله من يعني التفوق الاداري والنجاح الاداري بشكل كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما شفنا وزي ما قلنا لكم فرع جديد في القاهره الجديده، منتجع جديد في مارينا، وتتواصل انجازات مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بعيدا عن ايضا يعني فرق الاهلي الجماعيه. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا بنشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة زميلتنا العزيزة نورهان طبان، شكرا جزيلا ليكي. ونورهان بتقول الجزء الأخير من تغطيتها
فكرت كده وسرحت في حاجه على ذكر مصيف في النادي الاهلي، احنا ما نطلعش ليه ب 10 الصبح من الاهلي من مصيف في النادي الاهلي؟ اه والله صح ولا ايه؟ والله عين العقل. امال هنروحوا امتى؟ نطلع اسبوع 10 ايام مثلا، اسبوعين مثلا، وليه ما نقعدش اغسطس نطلع برنامجنا من هناك؟ فكره رائعه. عسل. ليه ده صحيح؟ فلتكن هي رساله للساده الزملاء المسؤولين في القناه، لو في امكانيه ان احنا نعمل كده يبقى شيء عبقري. اه والله فعلا. ويبقى في جولات هناك ونعمل لقاءات مع الناس، والله تبقى لطيفه جدا فعلا. هو يستحق، عارفه، ما يبقى عندك فعلا مكان حلو لازم يعني تبرزه، ولازم كده تحط عليه فعلا زي ما بتقال كده التركيز اكتر مع الناس عشان تشوف بعينها اللقطات حيه فعلا. ناس كتير طبعا ما راحتش، لكن احنا حابين نعرض لحضراتكم الصوره هناك حيه عامله ازاي، وناس قد ايه بتكون مبسوطه. واكتر حاجه هرجع اقول تاني لفتت نظري هو النظام، الناس هناك نظيفة جدا، منظمة جدا، كله بينبسط، بس محدش مثلا بيرمي حاجة في الأرض على البحر، مفيش الكلام ده. في نظام رائع جدا، الناس بتتعامل هناك القائمين على المطاعم وغيره بطريقة محترمة جدا، تحس بجد ان انت بتصيف وسط اهلك. انا قلت لحضراتكم وعيلة الاهلي فعلا فعلا، يعني احنا فين من الاجواء الحلوه؟ والله يا ريت، والله يا ريت. احنا يمكن اتكلمنا احنا وفريق الاعداد طبعا في 10 الصبح على الموضوع ده، باذن الله طبعا ننسق مع الاداره، وباذن الله نطلع حتى طبعا مش اسبوعين اكيد على شهر، بس حتى يعني يومين من هنا. وليه بالشهر يا ستي الكل؟ خليكي محبوحه بقى، ما انت شايفه دكتوره برار لسه قايله لنا ايه. يا ريت، هنشوف ان شاء الله. خلينا ننتقل لميسي بقى، والعارف كده لما تنتقل لمكان انت كمان وتبدع من اللحظات الاولى، يعني دايما لما واحد بيروح مكان جديد طبعا، ولا هو نجم كبير الناس كلها بتبقى مستنيه هيحقق ايه بسرعه. يمكن كريستيانو طبعا ما حققش ده مع النصر السعودي في البدايات بتاعته، الناس كانت متوقعه قوي ان كريستيانو هينضم للدوري السعودي ونادي النصر، هنلاقي النصر ده ايه اجوال غير عاديه وكريستيانو، لكن كريستيانو في الاول لم يكن موفق شويه، ربما بعد كده الدنيا بقت افضل. لكن ميسي من اللحظات الاولى والماتشات الاولى قدر ان هو يعني يثبت نفسه بشكل كبير، وده بالمناسبه كان متوقع طبعا. يعني ميسي اولى مبارياته مع انتر ميامي اللي حقق فيها بجد رقم تاريخي بعد تسجيله اول اهدافه يعني مع انتر ميامي، وكان ماتش رائع جدا انتهت بفوز انتر ميامي 2-1، والهدف اللي سجله ميسي او هدف الفوز كانت ركله ثابته في الدقيقه تحديدا 94، وابهر بيها جماهير الفريق طبعا. يعني وعايزه اقول لحضراتكم على حاجه، وعايزه اقول لك يا كريم، انا اشعر احنا عمالين نتكلم ان امريكا مش من الدول الكرة عندها يعني رقم واحد كرياضة، أنا أعتقد مع وجود ميسي ربما الثقافة دي ممكن تتغير شوية، تبقى كرة القدم من الرياضات الأولى جماهيريا في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن في حد جالهم فعلا مختلف، حد جالهم ممكن يعمل طفرة كبيرة جدا. ولسه بالمناسبة يعني انتر ميامي اللي احنا سامعينه أن الفترة الجاية هيبقى فيه لعيبة برضو أوروبية عالمية هتنضم ليه، فأعتقد برضو ده بيشتغل نفس الثقافة في الدوري السعودي اللي هو عايز يعمل طفره كبيره في امريكا طبعا. والاونر او صاحب هذا النادي ديفيد بيكهام اللي كان حاضر طبعا هذه المباراه، كان في نجوم كتيره جدا حاضرين هذه المباراه، منها سيرينا ويليامز طبعا اسطوره التنس وغيرهم وغيرهم. فيعني هو بدايه كده جماهير انتر ميامي فرحانه فرحه الهبل زي ما بيتقال، لان ده اول فوز ليهم من اول انطلاق النسخه دي من الدوري الامريكي، فطبعا حاجه عظيمه جدا. وبعدين ده مش اي حد جالهم، ده جالهم اللي عمل كل حاجه في كرة القدم، جالهم اللي حصل على كل الألقاب الفردية وكل الألقاب القياسية، وحالة استثنائية بل ظاهرة كروية غير مسبوقة. فبطبيعة الحال أكيد هيبقى له انعكاس كبير على الفريق وعلى ثقة للفريق. وشفنا هو نفسه كان فرحان فرحة عارمة بعد ما أحرز الهدف الأول، وطبعا يعني احتفل مع الجماهير، ودي كانت من اللقطات اللي يعني طبعا انتشرت بشكل كبير جدا يعني من امبارح للنهاردة. وبرده من اللقطات اللطيفة اللي انتشرت لنجمنا بقى محمد صلاح، يعني محمد صلاح برضو كان ليه تاتشات وكده في واحده من التدريبات اللي كان حاضرها، واللي استعرض من خلاله ايه يعني نقدر نقول ايه قوته بسم الله ما شاء الله، لما كان بيصافح احد زملائه في فريق كورتيس جونز، والسلام كان جامد حبتين، قسي عليه حبتين شويه يعني محمد صلاح، ولكن كانت لقطه لطيفه جدا. ودايما الاجواء اللي فيها محمد صلاح مع كل زملائه في ليفربول الحقيقه بتبقى اجواء لطيفه جدا، واضحه درجه المحبه الكبيره اللي بين كل اللعيبه وبين محمد صلاح. عايز اروح بقى لملف مختلف، واتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت وكنا بنتساءل ايه الجديد في هذا الموضوع. الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه طبعا باريس سان جيرمان خلاص يعني قرر بشكل رسمي، هنا بنتكلم ومش حلوه الجمله بس ده اللي حاصل، فتح المزاد على بيع كلام مبابي نجم نادي طبعا يعني
باريس سان جيرمان، وده اللي يزعل. وبنتكلم ان هم عملوا ده الاسبوع اللي فات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم الاسبوع الماضي او نهايه الاسبوع الماضي على ان ظهور مبابي في التدريبات من عدمها، طب هو هيكمل مش هيكمل، اللغط اللي موجود، تصريحات المتضاربه شويه من الاونر بتاع ناصر الخليفي طبعا بي اس جي وما بين مبابي، انا مكمل لنهايه التعاقد بتاعي، لا احنا عايزين نبيعك قبل انتهاء التعاقد معاك، يعني الكلام برضو كله غريب جدا. لكن اخر حاجه احنا شفناها من تقارير فرنسيه او صحفيه فرنسيه بتقول ان هو هيتم عرض اللاعب للبيع خلال الفتره بتاعت الانتقالات الصيفيه الحاليه، وده عشان يتفادوا رحيله المجاني اللي هيكون في يونيو 2024 بعد انتهاء يعني عقده. الصحيفه برضو لكاب الفرنسيه قالت ان اداره باريس سان جيرمان استقرت على عرض مبابي للبيع والاستعداد لتلقي عروض رسميه اعتبارا من 31 هذا الشهر مقابل اعلى سعر، او هو من المفروض 100 مليون يورو اقل من 180 مليون يورو، يعني في الجاب دي، وده تقريبا المبلغ اللي دفعه اصلا او دفعته الاداره لضمه من موناكو اللي كان تقريبا 2017 لو انا مش غلطانه. فوضع سيء جدا لمبابي مع بي اس جي، مستغربه شويه ان الوضع وصل لهذه المرحله. طبعا اكيد في كواليس في النص ما نعرفهاش، اكيد مش عارفين هل الكلام اللي كان مؤخرا والكلام اللي احنا سمعناه انه هيروح ريال مدريد، طب هل ده اثر بشكل كبير؟ هل في مثلا ديلز او تفاوضات احنا ما نعلمش عنها، بي اس جي علم عنها؟ مش عارفه، بس انا ما كنتش احب ان مبابي يتعرض لده، لان مبابي اسم كبير جدا برده ولاعب تقيل ولاعب رائع. فغريبه جدا برده هذا الاستغناء اللي بالشكل الفج ده شويه يعني. هو في الفتره الاخيره عموما حصلت برضو بصيغ مختلفه وبدرجات متفاوته مع لعيبه كبيره ثانيه في انديه ثانيه، فكره ان يبقى في تلقيح متبادل بين اللاعب اللي المفروض ان هو واحد من ابرز نجوم الفريق وبين اداره الفريق او مالك النادي. حصلت مع كريستيانو تانهيك بالظبط، فاهمه ازاي؟ فدي حاجات غريبه استجدت في الفتره الاخيره، بس ادينا قاعدين بنتفرج وبنتابع حضرتك. تعالوا بقى نروح لنادي برشلونه اللي اعلن بالامس عن الغاء مباراته الوديه ضد يوفنتوس الايطالي اللي كانت قام النهارده بسبب طبعا اصابه عدد كبير من لاعبي الفريق بالتهابات شديده في المعده وحاجه اسمها الامعاء الفيروس المعوي حاجه زي كده. فطبعا نتيجه هذا الامر تم الغاء هذا اللقاء المرتقب، وكشفت تقارير صحفيه اسبانيه عن معاناه 12 لاعب من برشلونه بسبب الاصابه بهذا الفيروس المتواجد في المعده. اكيد بنتمنى لهم السلامه، وكده هيفوتنا ماتش كان هيبقى لطيف الحقيقه، جدير بالمشاهده يعني. وغريب الفيروس ده برضه، نتمنى ان هو ما ينتشرش اكتر من كده، الواحد بقى يقلق حاليا. طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده اللي هنرجع بعدين ان شاء الله ونستقبل ضيوفنا في الفقره الحواريه الاولى، تعالوا نتابع سوا الفيديو جراف ده عن اغلى 10 صفقات في تاريخ نادي ارسنال الانجليزي. انتهت منافسات الاولمبياد الخاص ببرلين، ولاعبينا ولاعبتنا حققوا فيها اكتر من 30 ميداليه، وده طبعا انجاز كبير جدا. وكنا انا وكريم بنغطي مع حضراتكم الفتره اللي فاتت طبعا هذه البطوله. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر مع ضيوفنا. خلينا نرحب في البدايه برئيس البعثه اللي كان هناك دكتور طبعا باسم محمد التهامي، واسماء فتحي لاعبه سله مصر في الاولمبياد الخاص. يا صباح الهنا، ومنورنا حقيقي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم بحضراتكم. اهلا بيك يا اسماء، بطلتنا الكبيره بجد، برافو عليكي وانجاز كبير، واحنا مبسوطين بقى ان احنا نسمع منكم يعني الرحله بتاعت النجاح دي. نبتدي معاك يا دكتور باسم ونعرف مبدئيا كده يعني البطوله دي طبيعتها ايه، الاولمبياد الخاص وكانت الدنيا ماشيه ازاي، وكنا مشاركين فيها في كام رياضه، وحجم المنافسه فيها كان واصل لفين الى اخره. هو الاولمبياد الخاص هو مؤسسه دوليه بتعني برياضه ذوي الاعاقه الذهنيه. خليني اقول لحضرتك ان دي طبعا النسخه ال 16 من بطوله العالم. مصر كان ليها الحظ طبعا ان هي مشاركه ب 15 فريق رياضي في 15 رياضه متنوعه. كل رياضه منهم الحمد لله محقق انجاز كبير جدا جدا جدا. الرياضات بتاعتنا كان عندنا كره قدم، كره سله بنات، هوكي، عندنا جمباز، عندنا رفع اثقال، عندنا بولينج، ريشه طايره، تنس ارضي، تنس طاوله، فروسيه، العاب قوه، سباحه، كل الرياضات، جودو. الحمد لله رب العالمين في ال 15 رياضه دول وصل الانجاز بتاعنا الحمد لله ال 49. هي بطوله مؤهله بدورها لدوره البارالمبيه القادمه ولا مالهاش علاقه؟ دي مستقله بذاتها. مالهاش علاقه، هي مستقله بذاتها، هي مستقله بذاتها. اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي هتبقى في 24 ان شاء الله في باريس بتعني اكتر بالرياضات ذوي الاعاقه الحركيه والاعاقات الاخرى، بس
وفي بعض الكلاسات البسيطه خالص فيها اللي بتعتني بذوي الاعاقه الذهنيه، بس احنا الاولمبياد الخاص هو مهتم اكتر بذوي الاعاقه الذهنيه فقط لا غير. حلو جدا. اسماء بقى كنت في السله في الباسكت، يعني احكي لنا اولا انت بتحبي الرياضه دي تحديدا ليه؟ لعبتي اصلا باسكت من البدايه؟ وانا صغيره. ايه؟ وانا صغيره. وانت انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 22. 22 ابتديتي وانت عندك كام سنه؟ صغيره قوي. صغيره. طب بتحبي الرياضه دي، انت اللي اخترتيها اصلا. طب احكي لنا بقى على المنافسه بتبقى ازاي وانت كمان بتلعبي وبتتنافسي على ميداليه، خلينا نعرف منك عشان نحقق حلمنا. وبتقدري بقى حتى لو المنافس بتاعك يعني حد، مين اكتر منافس كنت حاسه ان الماتش بتاعه صعب؟ اسبانيا. اسبانيا. وحققت ايه وقتها؟ جبنا التاني. طب حلو، حلو برضو طبعا. ويعني خلينا نعرف برضو الدكتور دوره ايه بقى معاكي، يعني بيشجعكوا ازاي؟ كان رئيس البعثه طبعا وانتم موجودين في البطوله، ايه اللي كان بيقوله لكم في الكواليس؟ خلينا نعرف منه. ربنا معاكوا وربنا يوفقكم. وكانوا بقى يعني الدفعه المعنويه دي كان موجوده طبعا، طبعا مهمه طبعا. جدا. والتدريب برضو يا دكتور لو تكلمنا عنه لان ده مهم. هو احنا رحلتنا عشان نروح المانيا ابتدت قبلها بسنه ونص عشان نختار المنتخبات. والحمد لله عملنا بطولات على مستوى الجمهوريه عشان نختار المنتخبات بتاعتنا، وبعد ما اخترنا المنتخبات بتاعتنا ابتدت الرحله ستيب 2 كانت بتتعلق باستكمال متطلبات البعثه الورقيه الاستمارات اللي مبعوته لنا من الاولمبياد الخاص الدولي، بالاضافه الى ان احنا بنعمل دايما معسكر تجريبي للاولاد للبعثه كلها، بنقدر فيه نشوف الولد هيقدر يعتمد على نفسه اثناء الفتره بتاعه البعثه ولا لا، نموذج معايشه كان احنا موجودين بره مصر، بناخد الولد من اسرته نقعده معانا 3 4 ليالي موجود معانا في اقامه كامله بحيث ان هو يسافر يتحرك، لان احنا عندنا البعثه فيه اولاد من محافظه اسكندريه، من مرسى مطروح، من اسيوط، من المنوفيه، من الغربيه، كل دول بنجمعهم في مكان فتره معايشه. وكمان بيبقى معانا طبيب للبعثه بحيث ان هو يتابع الحركه بتاعه الاولاد ويتابع التسلسل بتاع الادويه بتاعهم والحاجات اللي زي كده، ونقدر ساعتها نختار الاولاد بشكل تاني. يعني احنا الاول عندنا الفيصل الرياضي وبعد كده بنقدر نشوف الاولاد في الاعتماد على النفس، وفي كمان الجزء الطبي او الجزء الثالث عشان نشوف الاولاد موقفهم ايه نتيجه بعدهم عن البيت وكمان معايشتهم معانا عامله ازاي. فالحمد لله يعني السنه ونص دي كانت رحله بتمشي بسلاسه وبسهوله ولا بيبقى فيها مشاكل؟ حضرتك برضو بتتعامل في ملف ليه خصوصيه شديده جدا، بتتكلم على ابطال في اولمبياد خاص، يعني لعيبه ولاعبات عندهم ظروف خاصه بطبيعه الحال وبالتالي محتاجين كمان معامله خاصه. فكره ان هم يبتعدوا عن اهاليهم اللي هو دي الكومفورت زون بالنسبه لهم بطبيعه الحال، ويقعدوا معاكم سواء في معسكر داخلي او في بطوله في الخارج بيشاركوا فيها زي اللي كانت فيها اسماء في برلين، ما بتبقاش صعوباتها شويه اكتر من الظروف العاديه؟ طبعا. هل طبعًا. بيبقى في مثلا ضروره لوجود الاهالي بتوع اللعيبه ما يكون معاكم بكل ما تحمله من تكلفه اضافيه الى اخره؟ هقول لحضرتك احنا الحمد لله بنينا جسور ثقه كبيره قوي 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 مع اولياء الامور والاهالي، مبنيه على حاجه بسيطه خالص، انت ابنك موجود معانا وما تقلقش احنا على تواصل تام معاك سواء جوه مصر او بره مصر. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني الحمد لله احنا في مصر من التسعينات، فبقالنا يعني ما يقرب من داخلين في 25 30 سنه بنشتغل في المجال دوت، والحمد لله السمعه بتتوارث، فبيجي هنا ولي الامر دوره معانا احنا عايزين يساعدنا يدينا المعلومات الصحيحه عن ابنه، يدينا ابنه بيستريح من ايه، بيحب ايه، بياكل ايه، ممنوع ان هو ياكل ايه، ازاي المكان المناسب ليه، ازاي يقدر ينام براحته. هو طبيب واحد مرافق للبعثه يقدر يتعامل مع هذا الكم من اللعيبه؟ لان احنا هو بيعمل فايلنج لكل واحد. هو ده طبيب كاخصائي نفسي ولا لا؟ طبيب، إيه؟ طبيب 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 ده غير الاخصائي النفسي طبعا، لان في ادويه. بالظبط يا فندم، لان في ادويه. لان انا محتاج طبيب لان في ادويه، فهو اكتر واحد بيعمل فايلنج لكل حاله لوحدها، وبالتالي بينقل الفايل ده للمدرب، لان المدرب هو اللصيق او هو الملازم للاعب اثناء فتره السفر بتاعته. فمن هنا الحمد لله رب العالمين بتعدي المأمورية بسلام، وولي الامر بيبقى الحمد لله يعني ايه على اتصال مع ابنه، والحمد لله شايف ابنه صوت وصوره. فالحمد لله في يعني في ظل التحول الرقمي وفي ظل البرامج بتاعت الانترنت كلها الاولاد بتبقى على تواصل تام مع اولادها. فخليني اقول لحضرتك يعني تتويج لده كله واحنا راجعين من المطار، والبعثه اول ما وصلت
يعني كانت مفاجأة لطيفة خالص. الحمد لله رب العالمين، شرفنا طبعا باستقبال جميل جدا 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 من معالي الوزيرة دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كانوا في استقبال البعثة. دي المفاجأة الأولى. وإحنا أول بقى ما الحمد لله بنستلم الشنط بتاعتنا من على السير وبنخرج برة، إحنا لقينا برة احتفالية كبيرة جدا. الله، ده المطلوب بصراحة. أبطالها أولياء الأمور اللي هم كانوا في الأول شريك معانا في الأمر طبعا، فهو جاي الحمد لله لقى ابنه كويس، لقى ابنه بصحة كويسة، لقى ابنه الحمد لله بطل طبعا، معاه الميدالية بتاعته، الدولة بتستقبله استقبال رسمي. فكل ده خلاص هو كده الحمد لله رب العالمين، المسج وصلت من غير ما حد يتكلم خالص. جميل. الحمد لله رب بس العالمين. ده كان في الفترة اللي فاتت مش دارك قوي يعني، صح. ما كانش فيه هذا الاهتمام بصراحة، فالطفرة طبعا اللي حصلة دي، وحضرتك برضه دكتور باسم يعني تفيدنا لأنك معني بهذا الملف، إيه الطفرة دي والاهتمام من قبل الدولة ومن قبل المجتمع طبعا، وانعكاسه من الدولة طبعا للمجتمع، والثقافة اتغيرت، ده راجع لإيه؟ خلينا نسمع منك. وفي نفس الوقت هل ده راجع مثلا نقول للأبطال هم اللي فرضوا نجاحهم على المجتمع، ولا بقى فيه اهتمام من قبل الدولة أكتر فبالتالي كانت عملية توازنية؟ يعني عايزين نفهم. هقول لحضرتك الحمد لله رب العالمين، يعني حضرتك هو أكتر من عنصر أو أكتر من شريك نجاح في الأمر. عام 2018 سمي بعام ذوي الإعاقة، صحيح، كويس، ودي أول مرة تحصل في التاريخ يعني بالزبط. عندنا فالملف كله اتفتح، والملف كله طبعا كان لوسائل الإعلام طبعا والقنوات كلها وكل الميديا اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية ابتدت تتجه للأبطال دول، ابتدت تشوفهم، ابتدت تتابعهم، ابتدت الدولة تفتح لهم ملفات تانية خالص، ابتدت الدولة تحط لهم قوانين، ابتدت الدولة تنظم لهم حياتهم بشكل أفضل وبشكل أريح، والمسار من ساعتها لغاية النهاردة بيتقدم. في العام ده الحمد لله رب العالمين في 2018 احنا كنا عندنا بطولة كاس عالم بنات، كنا في شيكاغو في 2018، ربنا أكرمنا بالميدالية البرونزية، طلعنا ثالث عالم. خليني أقول لحضرتك إن إحنا رجعنا مصر استقبال رسمي، وتم تكريم البعثة بالكامل من فخامة الرئيس بوسام الرياضة من الطبقة الثالثة. فإن لاعب ذوي إعاقة يسافر يلعب بطولة ويرجع، المسج القوية ان هو كده في اهتمام داخل الدوله منه، داخل الدوله بيه. رقم اثنين ان هو ياخد من راس الدوله القياده السياسيه وسام للرياضه قدام العالم كله، فده تتويج تاني خالص. ابتدت كتير من الدول تحذو هذا الحذو، وابتدت تقلد التجربه بتاعه مصر. يعني انا بقول لحضرتك الحمد لله رب العالمين المسار بالدوت من 2018 وفي تحول كبير قوي. وليه انعكاسات ده على البادجت يعني الشق المالي الخاص بابطالنا يعني الاولمبياد الخاص وغيره؟ خليني اعرف برضو لان ده مهم، الناس بتتساءل، وانا وكريم كتير اتكلمنا في الملف ده، يقول لك يعني هم ظروفهم برضو اكيد مش افضل من غيرهم، فبيتطلبوا ان هم يبقى عندهم دخل كمان، مش فكره بس صرف مادي معين على البطولات. من ضمن الملفات اللي اتفتحت كمان ان ازاي توظيف الاولاد دول، وازاي تفعيل توظيفهم، لان كان في توظيف قبل كده بس توظيف ما كانش في نسبه مفعل ليهم في الدستور طبعا، وكانت غير مفعله بشكل اساسي، واصبح هناك اهتمام كبير طبعا، صحيح. وكمان ابتدت مؤسسات الدوله تاخد مسار تاني في الحديث، ابتدت تعمل مشروعات ليهم، مشروعات تاهيل مهني، ازاي يشتغل حتى وهو موجود في بيته، تعلمه بعض المهارات ويبدا يشتغل، ويبدا بعد ما يشتغل المنتجات دي كلها يتعمل بيها معارض او يتعمل بيها كذا. والابطال دول بيشتغل ولا بس بابطال رياضه يعني عشان نبقى عارفين برضه؟ انا بعمل طواقي وبعمل خرس وبعمل بايدك بقى هاند ميد. ها برافو عليك. الله، وعندك صفحه مثلا بتبيع عليها ولا بتبيع؟ لا، عاملاهم في البيت وبتبيعيهم كده يعني على المستوى، يعني فنانه مش بس بطله رياضه يعني. فابتدى الملف ينعكس، ابتدى كمان الاهتمام يختلف. ده على مستوى الاولاد. المستوى الثاني كان المؤسسات، ابتدت النهاردة في كتير بقى من شركات الرعاية أو الشركات اللي بتدعم هذا النشاط، لأن طبعا احنا كنا 109 لاعب ولاعبة ومدرب وإداري مسافرين ألمانيا، قعدنا أسبوعين على نفقة إيه؟ رعاة سبونسر.
سبونسرز كويس كويس ان في وعاء اصلا. اه طبعا طبعا. انتوا اللي وفرتوهم ولا الاتحاد ولا؟ لا الحمد لله رب العالمين بعقود شراكه معاهم، يعني احنا عندنا اكتر من عقد شراكه مع مؤسسات كبيره جدا جدا بتعمل وبتخدم كويس. بتخدم النشاط بتاعنا زي ان جي اوز يعني او حاجات زي كده؟ لا مؤسسات يعني مؤسسات عامه. لا يعني المؤسسات المؤسسات حتى لا يكون اعلان منظمات غير هادفه للربح يعني. لا 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 خالص مؤسسات تمام. كبيره تمام. منها مؤسسات بتعمل في مجالات اتصالات مجالات بنوك. بس كويس ان بقى في دعم من الرعاه للفئه دي من الابطال. احنا بنتكلم على الابطال مش بنتكلم على اللعيبه والسلام. دعم مالي كبير جدا والحمد لله رب العالمين. وفي مؤسسات تانية يعني مؤسسات تابعه للدوله بتخدمنا، يعني وزاره التضامن الاجتماعي اصدرت لنا قرار وزاري ادتنا دعم مالي بحيث ان هي تسهل لنا امورنا شويه في ظل طبعا الاوضاع اللي احنا موجودين فيها. رقم اثنين اتحادات رياضيه كتير جدا جدا مدت لنا ايديها، اتحاد الهوكي ادانا ادوات فور فري عشان نطلع نشارك بيها ونمثل اسم مصر والحمد لله رجعنا فريق الهوكي بميداليه فضيه. يعني هنا طبعا بوجه شكر للاستاذ شريف كمال رئيس الاتحاد على دعمه وتواصله معانا وخدماته اللامحدوده معانا. جميل. اتحاد الدراجات نفس الحكايه، السيد الاستاذ وجيه عزام ادانا برضو دعم لا محدود من اتحاد الدراجات لينا عشان نقدر نسافر ونمثل مصر بشكل لائق بينا. الحمد لله جايبين ميداليات في الدرجات، ودي حاجه يعني كانت لاول مره في تاريخنا ان احنا نعمل الطفره الجميله دي في رياضه الدرجات باولاد ذوي اعاقه ذهنيه. فخليني اقول لك ان المنظومه كلها بتتكامل وبتتشابك مع بعض والحمد لله رب العالمين عشان كده في انجاز. جميل. طيب اسماء تعالي بقى نعرف منك، انت كنت في الرحله الاخيره في برلين صح كده في المانيا، سافرتي بطولات ايه تاني غير سافرت ابو ظبي وجبت مركز اول. الله. رحت المانيا برضه وجبنا مركز تاني. طب بعيدا بقى عن الماتشات اللي انت لعبتيها والمنافسه، اتفسحتوا رحتوا جيتوا يعني كانت الرحله حلوه لطيفه انبسطتي فيها؟ اه بيبقى في برضه انشطه ترفيهيه ليهم او حاجه الى جانب المنافسات. هو طبعا الاولمبياد الخاص من المميزات بتاعته ان هو بيعمل زي فتره حاجه برنامج اسمه برنامج المدينه المضيفه او الهوست تاون. اول ما بنوصل ما بنخشش على طول في المسابقات والافتتاح الرسمي وده الصح بصراحه. احنا بناخد ثلاث ليالي في الاول خالص عباره عن ان احنا بنقعد في في في, في المانيا بنتفرج على الاماكن اللي احنا موجودين فيها بنزورها بنتاقلم شويتين مع الجو، بتعمل لنا بيتخصص لنا اماكن تدريبات وفق كل رياضه مختلفه بحيث ان الاولاد تتعود على الجو وتتعود على الشكل العام بتاع المكان اللي هيبداوا بعد كده يلعبوا منافسات فيه. فبتبقى فيه زي دعم من كده نفسي يعني بشكل اخر عشان الاولاد تبدا تتعود على المكان اللي هتلعب فيه. بما انكم بتروحوا يعني دول متقدمه زي المانيا ومتقدمه جدا طبيا كمان، واحنا بنتكلم عن ان احنا مسافرين ببعثه فيها ابطال وبطلات عندهم ظروف طبيه طبعا، يعني هل مثلا في حال سفركم لبلد زي المانيا او انجلترا او امريكا او كذا، هل ممكن تستغلوا الفرصه دي ويبقى في تواصل ما مع متخصصين في مثلا نوع الاعاقات او المشاكل اللي عند ولادنا وبناتنا بالمره ما احنا هناك كده كده، فاهم قصدي ايه؟ هي الاستفاده هناك مدعمه بنفس الفكره بتاعه حضرتك في اتجاهين. الاتجاه الاولاني في حته تبادل الثقافات او في تبادل المواقف المشابهه اللي بيتعرض لها كل برنامج من برامج الاولمبياد الخاص في دولته، وبنبدا نعرف الحديث من عندهم وبنقدر نعرف ازاي هم بيتغلبوا على المواقف دي وازاي بشويه بناخد منهم ما يتناسب معانا في طبيعه مجتمعنا. الجزء الثاني احنا على هامش الالعاب بتاعتنا في برنامج صحي. البرنامج الصحي ده بيكشف على كل اللاعبين الموجودين. البعثه بتاعتنا الرياضيين بتوعنا كشفوا على النظر وفي منهم خدوا نظارات نظر ونظارات شمس. كشفوا على السمع وفي منهم الحمد لله السمع بتاعهم كويس ومفيش ادنى مشكله. في منهم خدوا سماعات طبيه. كشفوا على الاسنان. كشفوا على صحه القدمين، كشفوا على اللياقه البدنيه بتاعتهم. كشفت على المانيا الكلام ده؟ كل ده. أوكي. كشفتي على ايه؟ على عينيا ادوني نضاره. اوكي. وعلى ودني كمان. قالوا لازم كويس. حلو يعني هي 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 منظومه متكامله بتبقى فرصه ان الاولمبياد الخاص يقول للعالم كله احنا بنهتم بصحتهم عشان يقدروا يمارسوا رياضه. اه بس الاختبارات دي اللي كشفتوا عليها ملهاش علاقه باصل الاعاقه يعني. خالص. طيب انا لا لا فهمت السؤال كريم. المشكله الاساسيه المشكله الاساسيه بتاعه الاولاد والتدخل فيها هو الولد ذوي الاعاقه النهارده، خلينا نقول ان هو في ابسط تعريف ليه هو عنده العمر العقلي اقل سنا يعني اقل من العمر الزمني. سنه مثلا 20 سنه. أوكي. 22 سنه. انما عمره العقلي اقل شويه وفق درجه ده بقى ملوش مثلا في دول مختلفه. لا هو الدمج في المجتمع.
هو الدمج الاولاد دول في المجتمع ان هم ده العلاج المتبع عندنا ولا ده علاج عالمي بتتبعه كل الدول اللي ابنائها بيعانوا من المشكله دي؟ هو الدمج هو احدث حاجه موجوده على مستوى العالم للاولاد من ذوي الاعاقه الذهنيه. الفريق بتاع الباسكت بتاعنا دوت وعندنا فريق التنس كمان. الفريق بتاع الباسكت كان الاولاد موجودين فيه عندنا 5 بنات من الاولمبياد الخاص وكان عندنا 3 بنات لاعبات كره سله عادي خالص اسوياء. كانوا بيلعبوا معانا في التيم وكانوا بيتمرنوا معاهم وكانوا اثناء الماتشات 3 اولاد من الاولمبياد الخاص موجودين في الملعب واثنين موجودين من دون الاعاقه او من الاسوياء موجودين داخل الملعب مدموجين معاهم في المجتمع، نفس الاكل نفس الشرب نفس المواصلات نفس اللبس نفس كل حاجه. كويس. نفس كل حاجه، كل التيم حاجه واحده. هو ده اللي مرجعهم شويه مرفوعين الراس، هو ده اللي مرجعهم شويه واثقين في نفسهم، هو ده اللي محسسهم بالانجاز اللي هم قدروا ان هم يوصلوا. يمكن ده محقق على الارض فعلا. وعايزين نشكر كمان طبعا بجانب حضراتكم المسؤولين عنهم طبعا بشكل فني او في الشق الرياضي كمان الاهالي بصراحه، لان هم حقيقي ليهم دور كبير جدا طبعاً. وزمان كانت الثقافه لو انا خاف على ابني او بنتي ومش عايز اعرضه للمجتمع وده كان بيزيد من او بيزيد الامر سوءا، لكن دلوقتي بقى فيه مع اهتمام الدوله وتغيير الثقافه في طمانينه من عند الاهالي. طبعا عايز اشكرهم بصراحه انا وكريم لان هم البطل الحقيقي بجانب الابطال بتوعنا. بصي اسماء الوقت بيجري فاضل دقيقتين، حابين طبعا نستغل برضو وجودك معانا ونسمع منك. انت دلوقتي بطله مصريه ورفعتي اسم مصر في محافل دوليه او اماكن في العالم كتيره، وانت احسن من ناس كتيره جدا بالمناسبه يعني. الله يخليك. فلا دي بجد، فعايز اعرف بقى ونسمع منك دلوقتي الناس اللي بتسمعنا وجماهير النادي الاهلي والعالم كله، اسماء عايزه ايه قدام؟ عايزه تكملي تبقي ايه؟ عايزه تشتغلي ولا عايزه تبقي بطله رياضيه وتكملي؟ رياضية. نفسك في ايه؟ رياضيه. تكملي بطله رياضيه لغايه لما تكبري بقى. طب وبجانب ده عايزه تشتغلي تبقي بيزنس وومن، سيده اعمال مثلا بالبيزنس بتاعك اللي انت بتتكلمي فيه الحلو ده؟ ممكن اعمل قرص، اعمل طواقي، حاجات من كده. ما تعملي بقى صفحه سعدوها ده، اعمل صفحه وحاجات كده عشان تبيع كمان على مستوى. احنا كده كده عاملين مراكز للتاهيل المهني على مستوى المحافظات. الماتيريال او الخامات دي احنا بنوفرها لهم وبعد كده بناخد الحاجات دي وتبيعوها ونبيعها، بس طبعا يعني هي بشكل رمزي اكثر ولا اقل. كل اشكال الدعم الحمد لله رب العالمين. يعني الفكره نفسها فكره ان هو يبقى مشغول، لان هو عنده 24 ساعه ما عندوش فيهم شغل، ما عندوش فيهم طاقه، هيخرج الطاقه فين؟ صح صح. موفقين يا رب دايما وناجحين دايما. شكرا يا فندم، نورتوا الدنيا. نورتونا حقيقي، وان شاء الله نشوفك بطله كمان في اللي جاي. والبارالمبيات اخبارها ايه؟ ده اخر حاجه هنطلق ليها ان شاء الله رب العالمين. طبعا مصر ابتدت يعني في ملف من فتره طبعا طويله استعدادا للملف لباريس 24. وخلينا نقول ان اول حاجه يعني تم تاهيل في لاعبين من مصر في اتحاد الشلل الدماغي في رياضه كره البوتشا، تم تاهيلهم بالفعل الحمد لله رب العالمين ان هم يلعبوا بطوله باريس البارالمبيه القادمه ان شاء الله. بنرسم لهم كل التحيات من خلال برنامج حضراتكم، وبنتمنى طبعا التوفيق لكل الرياضيين البارالمبيين خلال الفتره القادمه باذن الله. بنشكركم على وجودكم معانا، نورتونا. شكرا اسماء، ميرسي جدا نورتينا، ومبروك الميداليه الجميله اللي انت حققتيها، ونشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا يا فندم. اشكرك يا دكتور باسم، وشكرا ليك يا اسماء. وزي ما كريم يقول موفقه ان شاء الله، موفقين ونشوفك بطله ونستضيفك مره ثانيه لو في بطوله ثانيه حبيبتي ان شاء الله. نروح فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. يا اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا الدوري خلصان ومحسوم من فتره، ودرع الدوري موجود في مقره الدائم في النادي الاهلي، ومع هذا النادي الاهلي بيسعى لانهاء الموسم بلا اي هزيمه. طبعا اتعادلنا يوم الاربعاء اللي فات لو حضراتكم فاكرين في ماتش الحرس، والنهارده عندنا ماتش مهم جدا مع بيراميدز، وهيكون فاضل بعدها ماتش كمان مع المصري وتنتهي هذه النسخه من مسابقه الدوري. تعالوا بقى نتكلم عن حصاد موسم كامل، وكمان نتكلم بطبيعه الحال عن ماتش النهارده اللي اكيد هيبقى هو كمان ليه خصوصيه شديده بين الاهلي وبيراميدز. هيكون الكلام مع كابتن اسلام عادل نجم النادي الاهلي السابق اللي مشكورا جدا من الساحل، واخد لون وتان وجو عالي. منور الدنيا كلها على سلامتك. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا هوان. ببقى مبسوط جدا وانا معاكم، وما اقدرش اتاخر الحقيقه، مش عايز اسيبكم تصحوا بدري لوحديكم يعني، فباجي اشارككم خصوصا في اجازه رسميه. اجازه يعني عارف الوضع بيبقى صعب. صباح الفل. صباح الهنا. بص قبل ما ندخل على بيراميدز انا حابه احنا نروح شويه عفوا ليه سيراميكا.
لان امبارح كاس الرابطه وسيراميكا. واللي انا بقى يعني عاجبني في القصه ان سيراميكا كان تحت قياده كابتن حلمي طولان فتره ما، بعد كده من كام يوم تغيرت القياده بقت كابتن ايمن الرمادي، وايمن الرمادي انا من المعجبين باداء هذا الرجل جدا من ايام ماتشات اسوان، حتى وان كان اسوان يعني ما كانش المستوى بس لعب كم مباراه فعلا حلوه. فكابتن ايمن الرمادي قدم حاجه رائعه، وفي نفس الوقت بتتكلم عن فوز مستحق. طب هل الفوز ده يعود لكابتن حلمي طولان ولا كابتن ايمن الرمادي ولا اتنين مع بعض؟ يعني خليني اعرف منك بدايه شفتها ازاي. طيب انا بالنسبه لي رؤيتي للمباراه مختلفه شويه، يعني يعني الحقيقه انا دايما كنا بنقعد نتكلم على نجاحات النادي الاهلي كنا بنثبت اكتر على اداره النادي الاهلي وانك ازاي بتدير النادي، وكنا بنقول الفريق اللي عنده اداره قويه هو اللي بيكسب بطولات، انما الفريق اللي عنده فريق كويس ممكن يكسب مباراه. فانا كان ليا لوم شويه على اداره سيراميكا في طريقه رحيل الكابتن حلمي وطريقه انتداب الكابتن ايمن الرمادي، لان هي قبل مباراه الفاينل بثلاث اربع ايام بس هم قالوا بالتراضي، يعني انتهاء التراضي بس في الاول ولا في الاخر هو مش بالتراضي، هو حصل خلاف بشكل واضح. حصل خلاف بين كابتن حلمي طولان والناس المسؤوله في نادي سيراميكا كليوباترا، مفيش تراضي يحصل قبل فاينل بثلاث ايام ما بيحصلش يعني. وحتى لو كان في خلاف كنت احب جدا ان احنا نعلي مصلحه النادي على اي خلاف موجود بين اي حد واي حد علشان المباراه النهائي، لان بغض النظر عن النتيجه خد بالك احنا دايما بنقيم التجارب بناء على النتائج، وبغض النظر عن النتائج هل انت السبس اللي اتعملت قبل النتيجه كانت صح ولا غلط، مش معنى انك كسبت انك صح خالص، بالعكس مش معنى انك خسرت انك كنت غلط، بالعكس اشتغل. كنا دايما طول الوقت بنقعد نتكلم نقول انا لو شغال في مكان ساعه هشتغل الساعه صح، لو شغال سنه هشتغل السنه صح على قد ما اقدر. فانا يعني عندي لوم كبير جدا على اداره سيراميكا كليوباترا بالطريقه اللي مشي بيها بس هو في الفتره الاخيره خلي بالك، والاستثناء الوحيد في اللي انا هقوله لك ده هو النادي الاهلي كالعاده طبعا الاحترافيه والرقي والشياكه الى اخره، لكن في الفتره الاخيره بقت الخلافات والاختلافات صوتها اعلى بكتير من الاول. دي حقيقه، وبعدين بقت الناس كلها عارفه كل التفاصيل. فانا بقول لك النهارده انه في مشاكل حصلت في المعسكر الاخير في عند سيراميكا كليوباترا، على اثر هذه المشاكل الكابتن حلمي قدموا له الشكر يعني، والراجل محترم ما طلعش اتكلم بشكل وحش، هم ناس كده محترمين وناس جيدين جدا. تصريحات قالت لك بالتراضي عشان كده انا بقول اللي في الصحافه. كابتن حلمي بيحافظ على اسمه لان هو راجل اسمه كبير، ونادي سيراميكا كليوباترا يعني برضو النائب محمد ابو العينين وطارق ابو العينين ناس برضو محترمه يعني، وناس شاطره جدا، وناس يعني اضافه لمنظومه كره القدم المصريه، فالحمد لله طلع انه ما فيش حاجه. لكن خلينا نقول الكلام ده علشان لما حد يبقى بيسمعنا يبقى عارف ان التفاصيل دي مهمه. انا امبارح قلت قبل المباراه بغض النظر عن نتيجه المباراه اللي اتعمل ده في لوم، مش هنقدر نقيم نقول صح او غلط، لكن في لوم. كمان الكابتن ايمن الرمادي اوريدي ماضي في نادي الظفر الاماراتي، موقع عقد معاهم. طب امال ازاي؟ وقعد مع سيراميكا كليوباترا وموضوع عقده، لكن في النهايه حصل اتصال طبعا على يعني على حسب معلوماتي حصل اتصال ما بين النائب محمد ابو العينين ورئيس نادي الظفر الاماراتي قبل المباراه، وقالوا انه انا متاكد ان الكابتن ايمن الرمادي النهارده بالكثير او بكره هيسافر الامارات عشان الموضوع يتحل بالتراضي يا ما يتحلش. خد بالك ممكن تبقى المباراه الاولى والاخيره للكابتن ايمن الرمادي مع سيراميكا يعني. ممكن بشكل كبير جدا هو ماضي. بس ازاي مضى في لا دي انا ما اعرفش، مضى في نادي مضى في الظفر الاماراتي وهي تنافى مع المنطق. هي دي بقى هي دي اللي غريبه يعني. هو ناوي يكمل مع مين؟ هو المضى في الظفر لما ما كانش عنده سيراميكا كليوباترا، ولما جاله سيراميكا كليوباترا وتفاوض معاهم وحس ان هو هيرتاح وحابب ان هو يقعد في مصر لانه عمل نجاحات كبيره جدا في بس الامارات. بس هو ليه خبرات كبيره في عمل الامارات، كبيرة جدا في الامارات وعايز يقعد في بلده بقى يعني عايز يقعد في بلده، خاصه نادي الظفر نزل درجه كمان هناك. فبالنسبه له سيراميكا كليوباترا احسن اكيد بكتير يعني. برضه في يعني اخر نسختين مثلا من الدوري، ثلاث نسخ بالكثير من الدوري، كان في حاله عامه من التفاؤل بوجود فرق يعني حديثه نسبيا زي فاركو مثلا، زي كذا زي كذا، وقلنا ان ده هينتج عنه عارف ايه، عارف المصطلح بتاع ان انت رميت طوبه في الميه الراكده. فوجودهم في الـ في الـ في, الـ في الدوري هينتج عنه شغل حلو، هنشوف منافسه حلوه و لقينا الموضوع ده حاصل بس على استحياء يعني مردود هذا الامر كان متواضع قوي من ادارات الانديه اللي هي اللي مش متعودين على الكوره او مش فرق كوره بياخدوا وقت طويل شويه. برضو فاكر لما كنا قاعدين هنا الحلقه اللي فاتت وكنا بنقول رؤساء الانديه مش بتوع كوره مش الكابتن الخطيب، فبالتالي هتلاقي الناس بتاخد وقت شويه، وده مش عيب، ده مش عيب في اي حد، لان قلت لك الخبرات بتكتسب بالتجارب يعني. فنادي البنك الاهلي مثلا عنده امكانيات ومقومات ماديه رهيبه، بقى له 3 4 سنين بدا مع كابتن خالد جلال كان بيامل ان مستواه يتحسن، لكن قاعد في الدوري بصعوبه. خبرات الاداره لسه مش احسن حاجه، القرارات اللي
تتبعها نتائج كتير جدا لسه مش احسن حاجه، مش عيب في حق حد، لكن اكيد خبرات هياخدوها مع الوقت. سيراميكا كليوباترا نفس القصه، لكن امبارح دي علامه مضيئه في تاريخ سيراميكا كليوباترا انه يعمل نجمه اولى بالنسبه له وانه يقدر يكسب مباراه. وخليني اقول لك برده ان ظروف المباراه ساعدته بشكل كبير جدا، يعني وانت بتتوقع نتيجه فاينل ما تقدرش تقول حد يكسب حد، ما تقدرش تدي افضليه لحد على حساب حد الا بالتاريخ او بالجمهور. ده طبيعي، هي مقاومات. قبل المباراه تقول لي اقول لك المصري عنده جمهور وعنده متعود يلعب على برج العرب، في تولز معينه، لكن في النهايه كل دي معطيات. حاله الفريقين في المباراه هي الفيصل، فاي حد ممكن يكسب اي حد، خاصه النتيجه مفاجاه لناس كتير. حاله اللعيبه في المباراه هي الفيصل، فكنت بتعمل كام سيناريو، قلت لهم لو سيراميكا كليوباترا قدر يحرز هدف بدري هنشوف مباراه حلوه جدا، نشوف مباراه مفتوحه يعني. لان الطبيعي ان هو يبقى متحفظ اكتر وقلقان اكتر يعني، وده اللي حصل. شفنا مباراه فيها اهداف كتيره كويسه جدا من الفريقين، خاصه لسيراميكا كليوباترا، مباراه جيده جدا. مبروك ليهم طبعا الفوز باول بطوله، هارد لك للنادي المصري، لكن سيراميكا اعتقد يستحق ان هو يفوز بالبطوله دي. لكن في النهايه وانت بتكسب اتعلم من النادي الاهلي، اوعى تغفل اخطائك وانت بتكسب، ودايما بنقول الكلام ده، وقت المكسب مش وقت الخساره، وتفرق كتير جدا يعني. صحيح صحيح. هننتقل لبيراميدز، وكنت بتكلم انا وكريم في الانترو بنتكلم عن تاريخ المواجهات ما بينهم منذ طبعا يعني تغيير الاسم لبيراميدز. بتكلم في 13 مواجهه، الاهلي فايز فيها تقريبا في 6، تعادل في 4، يعني الكفة اكيد ارجح للنادي الاهلي. ولكن اللي بيقدمه برضو بيراميدز تحديدا هذا الموسم رائع جدا، لان هو اول مره يوصل للدرجه يعني اللي هو رقم 2 في ترتيب الدوري، وده برضو تطوير في صح. اللي ده عندهم ويحسب ليهم. وفي نفس الوقت برضو كنا بنقول نقطه، احنا كنادي اهلي احنا عايزين نلاقي فيه تنافسيه وفي قوه في الدوري. انا مش هفرح كل مره بكسب وبكسب بسهوله، انا عايز اكسب بصعوبه بتنافسيه وغيره، ده يسعدنا كجماهير اكتر. فده متحقق تحديدا مع بيراميدز، وانديه طبعا كتيره. بس بتشوف برضو اللي جاي بقى والمباراه ان شاء الله سيرها عامل ازاي، وهل المفروض نقلق ولا الدنيا برضو فيها طمانينه، خصوصا انت بتتكلم انت ماشي يعني موسم بجد استثنائي للنادي الاهلي تحت قياده رجل فعلا محترف مارسيل كولر. انا قلت الكلام ده من الاول وهنكرره دلوقتي. يعني كلامك اخد منه حاجات كتير جدا. مبدئيا احنا النادي الاهلي كنا بناخد الدوري بعد ما الجدول اتحط بنص ساعه، وانا بتكلم بجد، فكنا لازم نخسر مره ولا مرتين علشان نعرف نفرح يعني. عشان العيد وانا جاي النهارده لابسلك احمر عشان احتفل بس بان احنا ايه يعني. لكن في العادي لو هاخد الدوري كل سنه والله العظيم ما اعرف احتفل، والله العظيم لو قعدت كل سنه اخد الدوري انا فعلا مش عارف احتفل. ففكره انه يروح ويجي ده كويس مش وحش يعني. فعشان نقدر النهارده يعني نقول مبروك واحنا بقالنا شويه ما خدناش الدوري سنه ولا سنتين يعني. لكن في النهايه النادي الاهلي، انت قلت حاجه مهمه جدا ودايما بنقولها في كل المرات اللي بنقعد فيها مع بعض، انه احنا بنشوف كل الانديه اخواتنا الصغيرين، لانه النادي الاهلي لا يقارن الا بنفسه ويقارن بالانديه العالميه. فبالتالي ما عندناش يعني حقد او اي نظره مختلفه، ده بالعكس. حتى اقولهم الزمالك مش المنافس الاقوى بتاعنا، اقولهم نادي الزمالك نتمنى انه يبقى كويس، بيراميدز نتمنى يبقى كويس، كل الانديه أكيد. كل المؤسسات في مصر نتمنى ان هي تبقى كويسه، لان في النهايه انا ما بقدرش، ما حدش هيعرف ينافسنا في مصر، خد بالك. فاحنا شايفين كل المؤسسات يعني اخواتنا صغيرين وناس بتنجح وسعداء جدا بنجاحهم، ويهمنا جدا ان هم ينجحوا. وتجربه بيراميدز بالاخص لما اتعملت، وكنت لسه بتكلم انا فاكر مع كابتن وليد صلاح الدين اول ما اتعملت التجربه دي، وكنا بنتكلم على شكل التجربه، قلت له كابتن وليد لو التجربه دي اتعملت علشان تبقى تجربه استثماريه في مصر وفعلا تنجح، ويحاولوا ان هم ينافسوا على البطولات ويحاولوا ان هم يلعبوا على المركز من الثاني للرابع ودخلوا اموال مصر بشكل مختلف، هيبقوا اضافه قويه جدا. لكن لو اهداف ثانيه اللي كنا بنسمعها زمان دي، انا داخل ابقى ازاحم النادي الاهلي، مش هتعرف تزاحم النادي الاهلي ولا انت ولا غيرك، بكامل الاحترام لكل المؤسسات، لكن مش هتعرف، انت كده بعيد جدا. وزي ما برضه ما بنقول دايما، كل واحد لما يتحط في فيروزه هيعرف يشتغل ويشتغل كويس. بيراميدز لما كنت بقعد مع حد من المسؤولين يعني اصدقائنا، فكنت بقول لهم انتوا ماشيين بشكل كويس جدا، انتوا ماشيين بشكل رائع، هو انت متخيل انك تقدر تيجي تاخد دوري من النادي الاهلي؟ مستحيل، انسى القصه دي، مستحيل، مفيش جماهيريه وتاريخ، صعب جدا. انما انت بتشتغل من الثاني للرابع، المراكز دي جيده جدا على الصعيد ده، هم عاملين شغل رائع الحقيقه، هايل هايل، ومركز متقدم بالزبط. جدا في ترتيب الدوري. ولكن كالعاده دايما زي ما ماتشات الزمالك مع الاهلي ليها خصوصيه شديده طبعا صح. دول الغريمين التقليديين قطبي كره القدم المصريه من واحنا لسه رضع صح. لكن في حاله بيراميدز لما بيلعب النادي الاهلي بشكل خاص يعني سيبك من لما يكون ماتشه مع اي فريق تاني بما فيهم الزمالك، لكن هو مع الاهلي في وضع تاني، في حاجه تانيه، في دوافع وحوافز مختلفه. اي حد بيبتدي حياته عايز ينجح بيجيب سيره النادي الاهلي،
اي سوشيال ميديا اي حد عايز يلم لايكس وكومنتس بيقول النادي الاهلي. فبيراميدز لما نجح لك احنا نفس النادي الاهلي عشان يعمل تحدي ويعمل شكل المباراه بشكل مختلف. فجمهور النادي الاهلي كمان القصه بتاعت لعيبه معينه في الفريق كمان حد مين يعني يا جماعه عارف اللي هو ايه احنا عايزين نشوف حاجه جديده. فجمهور الاهلي بقى يعني عارف لا طبعا هكسبك فاهم. وبعدين عملوا نتائج جيده في بعض الاوقات مع النادي الاهلي برضو استقطابهم لعدد من لعيبه النادي الاهلي اكيد ده برضو عمل زي ما حضرتك بتقول طابع مختلف شويه للمباراه. لكن في النهايه الفرق كبير جدا الفرق واضح جدا. كنت بقول لحضرتك في وقت من الاوقات انه لعيبه البيراميدز ممكن يكونوا احسن لعيبه في مصر لكن عمرهم هياخدوا دوري لو ال11 لعيب دول او 30 جايين من النادي الاهلي. لو ال30 يعني لعيب دول لو 30 لعيب دول راحوا النادي الاهلي دول راحوا النادي اللي باداره النادي الاهلي ممكن ياخدوا الدوري. لكن طول ما هم هنا هيفضلوا في المراكز الجيده دي. انا مش بكلمك على احترافيه كرويه قد ما بكلمك على غل كروي انجاز التعبير بيبقى ملحوظ قوي في الماتشات دي. لان مرجعيته ايه في رايك؟ هقول لحضرتك اللعيبه كل واحد عنده هدف شخصي ان هو يظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي واهداف النادي. النادي نفسه يكسب النادي الاهلي اللي بالنسبه له هي شكل مختلف تماما بيقربك اصلا من البطوله. لو كسبت النادي الاهلي بيقربك من البطوله بشكل كبير جدا. ولو مش هتكسب البطوله يهمك انك تبقى يتقال انك ند بند دايما مع النادي الاهلي. كمان استعداد قوي ان انت بتلعب دوري ابطال افريقيا لاول مره في حياتك داخل عليه فعايز هتلعب النادي الاهلي اكيد وفرق قريبه من مستوى النادي الاهلي اقل شويه لكن قريبه منه فاحتكاك بالنسبه لك مهم جدا وشرف لاي حد ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي. فهم عندهم دايما التحدي ده طول الوقت لكن في النهايه بحترمهم جدا وبقدرهم جدا. فرقه كويسه واداره كويسه نتمنى ان هم يفضلوا بالشكل ده ويكونوا موجودين اطول فتره ممكنه في منظومه كره القدم المصريه لان هم اضافه جيده جدا. ده كويس كل واحد يفضل في مكانه يعني فكره انك من الثاني للرابع طول السنين ده حاجه رائعه جدا. انك تشارك في افريقيا سواء دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه دي حاجه جيده جدا. ان يبقى في هدف للعيبه ان انا اشوف مباريات قمه كتير موجوده في الدوري ده الدوري الانجليزي تتفرج في السيزون على 15 20 مباراه ما بين فرقتين تقعد تستمتع. هنا كنت بتفرج الاهلي والزمالك بس والزمالك في اوقات كتير جدا مش في احسن حال فانت حاسس ان الضامن النتيجه مش مبسوط مطلوب. يعني فلما تلاقي بيراميدز اتمنى ان البنك الاهلي يبقى في حال احسن سيراميكا نفس القصه فيوتشر نفس القصه ابقى كده مستمتع بالمباريات يعني ونتمنى يبقى ليهم جماهير برده في القريب. امبارح حتى مباراه سيراميكا كليوباترا والمصري هما الاثنين لما بيلعبوا بعض في دوري الماتشين ما لعبوش بالجمال بتاع امبارح ده. فانا وانا قاعد بتفرج على المباراه قلت طب ما نلغي التعادل في الدوري علشان نشوف المباراه الماتشات كلها حاليه يعني الفرقتين لو تعادلوا الفرقتين صفر من النقاط. فانت متخيل هي دي مش في كوره بس لازم نعملها في مصر علشان في مدربين بيروحوا يجمعوا نقط اللي هو انا اتعادل لي مثلا 3 4 ماتشات واكسب لي ماتش فالدنيا تبقى رايقه يعني. لكن مباراه امبارح عشان مباراه مفتوحه انا اتمنى ان كل مباراه تبقى فيها اهداف يعني مش اهداف جوال بس الاهداف كمان ان كل فريق يبقى عايز يكسب عشان الجيم يبقى مفتوح عشان شكل الدوري كمان يبقى امتع. يعني استغربت اداء سيراميكا يعني ده اللي انا السؤال اللي بدات بيه ما كنتش متوقعه مع التذبذب في الاداره ان سيراميكا هيعمل ماتش كده. حتى اتكلمنا يقول لك المصري يعني ما هوش الفريق اللي تقلق منه بس ده عشان ارقامه طبعا احترامنا للجميع بس لا برضو ما كناش متوقعين الجاب ده واللعب المتقدم في افضليه للمصري قبل المباراه يعني لكن المباراه تجيب لنا دي ازاي هو ده حاله المباراه انك ممكن تنزل يعني مثلا الاهلي هو نازل يلعب الزمالك مباراه 6-1 هل كان حد متخيل ان الماتش ده هيحصل؟ النتيجه ده وقتها يمكن وقتها لا ما كانش حد يتخيل. بس مثلا في حسام غالي قال لي جمال حمزه قبل المباراه هما بيتصوروا مع بعض قال لهم انتوا هتخسروا كتير النهارده. انا فاكر اليوم ده كويس جدا لان يعني حسام غالي ده اخويا الكبير وواحد من الناس اللي انا فاكر له كل معظم تفاصيله يعني قال له انتوا هتخسروا كتير النهارده بس دي بتبقى مدعبه. فبالتالي انت نازله مباراه حاله الفريقين في المباراه هي اللي بتحدد سير المباراه وشكل المباراه. حاله سيراميكا كويسه قوي حاله المصري بعيده جدا خطوطه مفتوحه بشكل كبير جدا مع كامل الاحترام والتقدير للجهاز ما قدرش المباراه باحسن شكل. اجيد جهاز جيد منذ قدومه للنادي المصري لكن ما قدرش المباراه بشكل كويس. كل الظروف دي ساعدت لعيبه سيراميكا كليوباترا بالاضافه بقى ان في عناصر اصلا جيده جدا يعني اللعيبه الموجوده. لكن في النهايه هنهدي الفوز لمين او هيرجع الفوز لمين؟ مستحيل يبقى الكابتن ايمن رمادي ما يلحقش مستحيل يعني. مستحيل مستحيل مفيش حاجه في الكوره اسمها ان انا اجي 3 ايام. طب لو كان خسر كنا هنقول ايه؟ انا كابتن امان رمادي هنقول له الراجل لسه جاي جديد يبقى زي ما خلي الميزان معدول يعني زي ما بتقول في المسابقه. التوجه ده موجود عموما عندنا في الفتره الاخيره يعني اللي يعمل معانا شغل نشيله على كتافنا والله عليه اسم الله احنا مستعجلين والعكس الصحيح بس احنا مستعجلين جدا يعني فاكر كابتن امان رمادي اول ما جه اسوان عمل كام مباراه كويسه كل الناس اسوان وكابتن امان رمادي وهيمسك منتخب مصر وكسبنا حلو جدا انا موافق جدا وراجل عظيم ورائع جدا. لكن ليه بتستعجل التقييم؟ اذا كان سالتوني على كولر وهو مكسر الدنيا قلت لكم بعد بطوله افريقيا. فانت النهارده لما يجي مدرب يمسك اسوان او يمسك اي نادي ما تصبر يعني مستعجلين ليه يا جماعه؟ مستعجلين ليه؟ وبعدين الناس كلها رفعت ايديها احنا ساعدنا في اسوان احنا كوننا الفريق اول ما فيه وقع ما شفناش بوست واحد على الفيسبوك. بتكلم بجد ده اللي بكلمك عليه بجد والله العظيم. طبعا للاسف الشديد فكرك الموسم الجاي بقى طبعا الموسم ده كل عام وانتم بخير اتحسب والدنيا زي الفل
فكرك بقى بدايه النادي الاهلي في الموسم الجديد النسخه الجايه ان شاء الله من الدوري، هتكون بنفس القوه؟ هتشوف نفس اللي شفناه؟ ولا على ما نوصل للمرحله دي برضه هيكون النادي الاهلي عدله على 3-4 بطولات كمان وتم استنزاف لعيبته كالعاده؟ يعني شايف اللي جاي عامل ازاي؟ قابلني واحد صديق زملكاوي قال لي مش انتوا اخر 5 سنين وصلتوا فاينل افريقيا مثلا 4 مرات؟ قلت له اه. قال لي مش بتروح كاس العالم للانديه بتاخدوا ثالث؟ قلت له اه. قال لي جايبين امام عاشور ليه؟ هيعمل لكم ايه الاضافه اللي ممكن يعملها؟ قلت له هو شرف لامام عاشور انه ينضم للنادي الاهلي زي ما شرف لاي لعيب ان هو ينضم للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيسعى دائما للافضل طول الوقت، وبقى طموحنا غصب عننا، بقى غصب عننا، بقى مقدر انت عايز تاخد كاس العالم للانديه. صح. بقى ما غصب عنك، ما انت خلاص بتاخد ثالث، يعني المره الجايه ان شاء الله لو شاركت وخدت ثالث، ما هتحس انك فرحان، زي ما بقول لك ان انا باخد الدوري كل شويه مش فرحان، فلازم اعمل حاجه مختلفه، عايز اوصل للفاينل، عايز بس خد بالك اللي حاصل الفتره الاخيره في الثوره اللي حاصله في الكره السعوديه دي هيبقى تحدي كبير جدا وتحدي مرعب، سواء بقى بطولات عربيه او كاس عالم للانديه، اكيد هتلاقي فريق من السعوديه مستوى تاني، اكيد هتلاقي فريق من السعوديه في فاينل في كاس عالم للانديه، ده الكلام ده هيحصل متوقع يعني. اه طبعا ده طبيعي جدا، فبالتالي انت كنادي الاهلي قدرك انك طول الوقت بتسعى للافضل، فبالتالي انت بتعمل ابجريد دايما في التيم بتاعك، بتحاول دايما تحسن من الاوضاع، اكيد هتقابل مطبات صعبه، لكن في النهايه انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه الجاهزه، ودي قيمه بقى مدرب النادي الاهلي كولر، دي قيمته، لانه لو نفتكر اول ما جه النادي الاهلي كان في بعض اللعيبه احنا كلنا مش راضيين عن مستواهم، حاسين ان التيم محتاج تدعيمات وان هو محتاج يتغير فيه بعض الحاجات، لكن الراجل سبحان الله سبحان الله فتره قليله جدا شفنا مستوى فردي لعدد صح. كبير جدا من التطوير مستوى جماعي، وبعدين اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، ومعاه ناس اول ما جت قالت ان النادي الاهلي في وقت من الاوقات دخل مرمى عدد من الاهداف قبل ما يشتغلوا، ولما اشتغلوا لقينا 10 اهداف في دوري كامل، دخل مرمى 10 اهداف في دوري كامل، ففي ناس متخصصه في القصه دي اشتغلت انديفيدوال على اللعيبه، فبالتالي هي قيمه مدرب يدرك جيدا قيمه النادي الاهلي وقيمه التحديات اللي هيقابلها النادي الاهلي، فبالتالي انت خلاص اتحطيت او انت حطيت نفسك في مكان مش هتقدر بقى، عارف انت لما السهم خرج مكوس مش هتعرف ترجع لورا، مش هينفع بقى النهارده الدوري خلاص باذن الله باذن الله يا رب السنين اللي جايه زي ما بقول لك بعد ما الجدول اتحط بساعه احنا خدنا الدوري، ده باذن الله مضمون يعني، وكل البطولات المحليه بطوله افريقيا بقى الهدف بتاعك الممتع اللي انت بتسعى له السنين اللي جايه، وبعدين الخطوه بقى المهمه جدا كاس العالم للانديه نعمل حاجه مختلفه، مش قادر اتكلم في تفاصيل محليه لان مش هعرف اقارن نفسي بحد، لانه الانديه الثانيه انا كنت طول الوقت بقول يا جماعه احنا بنفتقد للتخطيط في المؤسسات الكتيره وتعلمه من النادي الاهلي، انا لا تراجعت وبعتذر، احنا بنفتقد اصلا الاساسيات مش التخطيط، الاساسيات اصلا مش موجوده، والله العظيم ما بهزر، والله العظيم انا دايما بقول معاكم كلام صريح ومن القلب يعني، كل مره بتزيد الصراحه خلي بالك مش هاجي تاني علشان مش هينفع كده، فانا بجد في اماكن كتير جدا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول انه ليه التجارب اللي عندها قدره ماليه كبيره جدا ما نجحتش نجاح، يعني مثلا مصر المقاصه وانا بلعب في مصر المقاصه لما بدانا الدوري احنا اول 3-4 سنين ما شاء الله في ال4-5 فرق اللي في الاول، لان كان عندنا في مجلس الاداره ناس كتير جدا كورجيه بتوع كوره يعني، انما الانديه اللي بدات بدايات سيراميك كليوباترا مع بدايات فاركو مع بدايات البنك الاهلي مش زي بدايه مصر المقاصه، محدش عارف اللي جاي ايه، لكن بقول لك القرارات مهمه جدا، فبالتالي تفاصيل النادي الاهلي او مقارنه النادي الاهلي او تقييمك للنادي الاهلي محليا موضوع مفروغ منه الصراحه، رغم انه الحقيقه يعني مش هقدر اتكلم فيها ده بلغه الارقام، احنا مش بنتكلم مجامله يعني. طيب هروح معاك لنقطه سريعا احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس نتمنى ان احنا ليه بنتكلم فيها عشان نتمنى ان هي لا تكرر الموسم الجديد، انت بتتكلم على بيراميدز بعد كده ان شاء الله المصري ونختتم الحمد لله هذا الموسم لله ما احنا بنختتمه وناس ثانيه في اوروبا هتبتدي كمان فتره قريبه، فطبعا ده شيء صعب جدا، اكيد المسؤولين او المعنيين بهذا الملف كانوا بيحاولوا كل موسم ان هم يحسنوا من الوضع برضو يشوفوا الانديه افضل سيناريو ليهم، عندنا الشك في ده، بس هل الموسم القادم من وجهه نظرك اذا كان في حل ايه هو، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في اختلاف على الارض فكره الجداول دي اللي صعبه جدا نكمل بهذا الشكل يعني. انا شايف ان الموسم ده من انجح المواسم اللي فات ده الى حد ما رغم ان احنا بننتهي من انجح المواسم، احنا النادي الاهلي كان طول الوقت بيتاجل لنا 10 ماتشات او 12 او 12 مباراه، كده كده النادي الاهلي والفرق اللي بتشارك في افريقيا سبيشال النادي الاهلي هيفضل يتاجل له مباريات لو جبت ساحر ملهاش حل يعني، هو سيزون كده كده مضغوط ارتباطات المنتخبات ومباريات الاهلي الافريقيه ما عندكش حل تاني، وبعدين سفريات النادي الاهلي صعبه جدا كتيره جدا، فاكيد هيفضل يتاجل له مباريات، لكن انا شايف ان السنه دي المستوى التنظيمي للمسابقات أفضل اللي حصلت في مصر افضل بكتير جدا، لسه ما عملناش حاجه في كاس مصر، لكن في النهايه الدوري خلاص خلص على خير، الكاس الرابط خلص على خير، خلص متاخر برضو قوي يعني. مش هنقدر نحلها يعني، انا شايف ان احنا في احسن حال وماشيين بشكل كويس، عشان ندي برضو للرابطه واتحاد الكوره ديهم حقهم، احنا يعني مفيش ليس يعني بالامكان افضل من مكان، ليس بالامكان افضل من مكان، انا شايف ان كده الامور يعني لما مش هتفتكر ان في مشكله حصلت، مش
هتفتكري ان حد اعترض بشكل كبير. مش لا هي بس ايه، النادي الاهلي في وقت في كاس الرابطه كان مزنوق بشكل كبير جدا، ففضل ان هو ما يدخلش البطوله لانه هو غصب عنه. النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ الموضوع صحيح. صعب جدا يعني. طب تعالى نرجع مره ثانيه للتفصيله اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره انه اكيد احنا متفقين على فكره ان الاستقرار الاداري في اي نادي في الدنيا بينعكس بالايجاب على انجازات الفريق او النادي. تمام. وبرضو اكيد مش هنختلف في فكره ان يعني انجاز التعبير ان للطبخه مقادير، طبخه النجاح ليها مقادير معينه. تمام. من ضمنها عناصر او خصائص زي الاستقرار الاداري، فكره ان انت جلب اللعيبه الموهوبين، جلب الجهاز الفني المظبوط الى اخره. هو ايه اللي مصعب الطبخه دي على فرق كتير؟ هو ايه الصعوبه في ان احنا كفرق مصريه مختلفه كل فريق منهم على حده يسعى جاهدا للاستقرار ولتوفير كل متطلبات التفوق؟ ليه في فرق كتيره بما فيها الفرق اللي ليها تاريخ نسبيا وليها جماهيريه وليها شعبيه وليها حدوته، تخبطات، ازمات؟ من شويه كنت بقول لك ان بقت الخلافات والاختلافات صوتها عالي في الفتره الاخيره. ليه ده حاصل مع ان طريق النجاح معروف له اول من اخر؟ ايه اللي منعنا ان احنا نمشي فيه وسايبينه وبنهرس في بعض على الفاضي؟ في تفاصيل كتير جوه الانديه مش واضحه، لكن طالما حضرتك اتكلمت في القصه دي هنخرج شويه بره النادي الاهلي. اسمح لي مثلا اشيد بتجربه امبي مع الاستاذ ايمن الشريعي. الاستاذ ايمن الشريعي واحد من الناس اللي ما لعبش كره قدم، لكن هو راجل بيعرف يدير، يعني راجل مانجمنت شاطر جدا ورائع جدا. لما اشتغل في امبي قال يا جماعه انا ما لعبتش كوره، لكن عندي بعرف ادير المنظومه بشكل كويس وعنده خبرات كتيره جدا، هو شغال اوريدي اصلا في شركه امبي. فالراجل ادار النادي بشكله الاحترافي، واحد من عنده سمات شخصيه جيده جدا، راجل انسان جدا، راجل حكيم جدا، عنده تجربه انا شايف ان هي رائعه. يعني امبي بدا الموسم مع كابتن كشري، وبعد كده مع كابتن طلعت يوسف، وبعدين جاب الكابتن تامر مصطفى في تحدي كبير جدا، ونجحوا مع بعض بشكل كويس جدا، وعمل تجربه شبه شويه النادي الاهلي. ان امبي كان ماشي يعني النادي الاهلي قبل ما يجي كولر، ان امبي كان ماشي بشكل مش احسن حاجه، لكن هو مع وجود الكابتن تامر وتدخلاته بقى اللي حضرتك كنت لسه بتقوله، ان امتى رئيس النادي يتدخل اداريا، ازاي يحط مكافئات في وقت معين، يتعامل مع اللعيبه ازاي لما يتعادلوا، يخصم مبالغ ماليه بشكل معين، قرارات اداريه تبقى في توقيتها. فتحيه كبيره جدا للنادي امبي والاستاذ ايمن الشريعي، راجل الحقيقه يعني بالنسبه لي معيار جيد جدا لنجاح السنه دي امبي، عمل تجربه جيده جدا. فالفضل يرجع للاستاذ ايمن الشريعي، واكيد من بعديه الكابتن تامر مصطفى، وكل واحد في دوره. يعني هي تجربه جيده جدا. الادارات المختلفه اللي في الانديه المختلفه لو ابتدت تفكر كوره، العب كوره للكوره، شغل كوره للكوره، هات حد يدير كره القدم يكون بيفهم في كره القدم وانت تشتغل اداره. لكن الفكره انه اوقات كتير جدا بيبقى فيها هواء شخصيه في القصص، هواء شخصيه قويه جدا. وبعدين النهارده وانا بقول لك انا زعلان ليه من كابتن حلمي، ان كابتن حلمي مشي بالشكل ده لانه حصل خناقه. انا بقول لك هو حصل خناقه ما بين انت زعلان منه ولا زعلان عليه؟ لا زعلان على الموقف كله، مش من حد ولا على حد. انا كل الناس، انا على مسافه واحده من الناس كلها، لكن مش زعلان من حد على حد، لكن زعلان من الموقف نفسه انه يحصل، انه يبقى في خلاف ما بين حد وحد. ممكن يكون كابتن حلمي اصلا غلطان، انا مش عارف القصه يعني، لكن عارف انه حصل يعني نقاش حد ما بين كابتن حلمي وحد من المسؤولين، فخدوا قرار قبل المباراه 3 4 ايام ان كابتن حلمي يمشي. فده قرار مليون في الميه مش صح، وعمره ما هيبقى صح، حتى لو خد كاس الرابطه، حتى لو خد كاس العالم، هو مش قرار صح. لكن رسالتنا دايما للمؤسسات اللي احنا بنهتم بيها انه كل واحد يشتغل في مكانه. يعني رئيس النادي لو حضرتك دكتور بتفهم في الطب او تفهم في المانجمنت في الحته بتاعتك، هات حد فني يشتغل. وشفنا انديه كتير عملت الكلام ده، يعني وادي دجله النهضه بتاعته او تطور لما جابوا كابتن علي ابو جريشه وخلوه يمسك قطاع كره القدم، وصل لمرحله كبيره جدا. لما كابتن علي ابو جريشه مشي والناس ابتدت تفهم ان العجله ماشيه، راحت العجله وقعت تاني او وقفت تاني، ونزلنا سكند ديفيجن ومش قادرين نطلع تاني. مش عيب في حد، لكن في النهايه انت شفت مثال ناجح. لو ما عملتش كده ما انت مش هتنجح. لسه حضرتك بتقول انت عارف الطريق ازاي تنجح وانت ما بتعملش، ما تلومش غير نفسك. لكن في النهايه الامور واضحه جدا، كل واحد يشتغل الحاجه اللي بيعرف يعملها، هتبدع فيها بشكل كبير جدا. لما بروح اشتغل في مكان بيبقى فيه 50 تفصيله جوه النادي، لو طلب مني 20 واحده هقول له انا مش هقدر اشتغل فيهم، انا هشتغل في التفصيله بتاعتي، كل واحد يشتغل في التفصيله بتاعته طبعا. في الاخر هنجمع التفاصيل، هنعمل نتيجه جيده. الامور واضحه جدا. مش قادر تعمل كده، مش عارف تعمل الكلام. خد بالك الكلام ده عندي وعند حضرتك سهل، لان احنا عارفين الدنيا تمشي. في ناس مش عارفه اصلا النو هاو يا جماعه، مش موجود عند ناس كتير جدا، مش موجود عند ناس كتير جدا. فبالتالي لو انت ما عندكش البيزك اصلا انت عمرك ما هتنجح. موجود عند ناس في مراكز قياديه طب دي مصيبه سودا ولا لا؟ ليه ما بيعترفوا؟ مش بيطلع يقول لك انا مش بتاع كوره، انا راجل النهارده. يعني النهارده بقى اتكلم بجد. طب ده طبيعي يبقى في عبث بقى لا هو انا مش بتاع كوره، بس قرارك بقى ايه؟ اداري اكتر. اجيب حد اتفضل اتكلم في كوره، اتفضل اشتغل في كوره وسبورت طول الوقت، وما يجيش حد يشكك. ما انت بتعمل ايه؟ بتجيب مثلا حد في الكوره جامد جدا، فتلاقي حد تاني بعض الناس بقى اللي هم قريبين اللي جنب ودنه، ده مش كويس، ده مش شاطر، ده مش مع ان ممكن تبقى جايب بروفايل كبير. يعني رمز مثلا من الاهلي او رمز من الزمالك، فتلاقي الوسطاء لا ما عايز مصلحته ان يجيب حد
بيحصل كتير قوي في المجال عندكم في كرة القدم. لا لا بس بصراحة تو ماتش في يعني بيحصل عندنا في الميديا بس كورة يعني عشان أنا عندي أصدقاء كتير ومتداخلة برضو. لا أنا بسمع حاجات ضرب صعب جدا في بعض داخل المصالح يعني المفروض تكون المصلحة الوحيدة يعني في الآخر إنها مصلحة كرة القدم المصرية. لا في ما فيك عبث. لا في مرة من المرات يعني رئيس نادي من الأندية اللي أنا لعبت فيها وكنت أنا كابتن الفريق وقعدت معاه فقال لي عملنا في وقت من الأوقات نتائج سلبية وكان هو متبني فكرة مدرب إنه يظهر بشكل معين. وليه ما نقولش خلينا نقول كابتن إيهاب جلال مثلا مع المقاصة اللي هو محمد عبد السلام قال لي بشكل شخصي إنه في مباراة من المباريات المقاصة خسرت في الفيوم من طلائع الجيش 6-0 أو 6-1 حاجة كده يعني. بعد المباراة دي وكلاء كتير جدا كلموه ومدير ناس كتير جدا كلموه كابتن إيهاب لسه مدرب صغير ما يليقش بالمقاصة ده في أسامي رسلوا أسامي كتيرة كبيرة جدا لكن الراجل كان واضح إنه عارف إنه في بروجكت بيتعمل ففضل متمسك لحد ما الراجل النهارده بقى مدرب منتخب مصر. وده بيحصل في العالم كله كابتن اسلام. انا ما شفتش نادي في العالم يعني مباراه تبقى جيده يقولوا يرفعوا المدرب في السماء ومباراه وحشه هناك حتى وان كان بعض الانديه العالميه ما بتاخدش بطولات 4 سنين 5 سنين وبتقعد على بطوله يعني مواسم عديده ما حدش بيفكر يغير المدير الفني. هو ده شكل يعني التقييم اللي احنا بنقوله. هل انت النهارده القرار صعب. الاول اللي انت اخدته فاكرين قرار اسوان لما كابتن ربيع ياسين كان موجود ومشي بعد 3-4 مباريات مع ان كابتن ربيع ياسين مدرب جامد جدا يعني ورمز كبير جدا لما مشي حسيت ان القرار انت واخده مش عن اقتناع يعني ده اللي احنا بنقوله. لو انت واخد قرار مقتنع بيه هتدافع عن البروجكت بتاعك لحد اخر لحظه. هي كالعاده كابتن اسلام احنا ودي حاجه قلناها قبل كده في اكتر من حلقه في اكتر من اطار احنا يعني كواليتي المشاكل اللي موجوده عندنا كانت الاول موجوده بنقول موجوده في عالمنا العربي دلوقتي ما بقتش في عالمنا العربي قوي موجوده عندنا احنا بس في الفتره الاخيره. نوعيه المشاكل ما تلاقي لهاش زي في اي مكان تاني في الدنيا. طبعا يعني احنا بنسمع حاجات مضحكه جدا بتكلم بجد يعني قامت دوري المحترفين من عدمه وشكل المحترفين وشكل الدرجه اللي بعديها الموضوع يعني في 50 رئيس نادي وجمعيه عموميه بيجتمعوا في نادي الاولمبي في اسكندريه علشان يلغوا دوري المحترفين وفي الناحيه الثانيه عايزين ده بلف بقول لك ما تفتحوش دلوقتي ده انا عايز لا عايزين يعملوا مشاكل عشان يبداوا. ما هو الحاجات دي لما تسمعيها هو في حد في العالم يبقى قاعد مش عارف احنا بعد شهر الدوري هيبتدي ولا شهر ونص مش عارفين احنا هنلعب دوري بس سيبك انت ان شاء الله هنسعد قريب بوجودنا في كاس العالم يا رب ما تفتحليش بالحته دي خلينا احنا في كاس العالم خلينا في كاس العالم. لكن في النهايه هقول حاجه مهمه جدا انه معيار التقييم مهم جدا القرار اللي انت بتاخده لازم تكون متاكد ان القرار فعلا سليم طبعا. علشان تقدر تدافع عن القرار بتاعك وتتمسك بيه ويبقى عندك بروجكت مختلف في النهايه اكيد هتوصل لنجاح جيد. انا في رايي هو ده المهم انك تبقى بتعرف تاخد قرارات وانك تبقى متاكد من قراراتك وانك تدافع عن قرارك علشان ما يحصلش بلان. ده مهم جدا احنا ما نبقاش عايشين كده يعني اللي هو اللي هي الخطه اليوميه دي صعبه جدا. لا في حاجات كتير جدا دخيله على منظومه كره القدم المصريه والله نورتنا ربنا يخليك نشكرك. انا رايي كفايه كده كفايه كده ننهي على كده ونبارك للنادي الاهلي بس الفوز بالله. رجع الساحل ولا مكمل معانا في القاهره؟ مش عارف والله حسب الاجواء يعني لو الحر فضل كده لا لا الاجواء الاجابه معروفه سافر على طول طبعا. لا لا نورتنا ونشكرك على وجودك معانا. انا سعيد وانا موجود معاكم دايما ومستمتع ومبروك اكيد للنادي الاهلي وجماهيره ويا رب نفضل كده دايما نسعد جماهير مصر المختلفه يا رب في اللي جاي باذن الله. شكرا ليك كابتن اسلام شكرا لحضراتكم كل سنه واحنا جميعا بخير ان شاء الله نيجي بكره ونقول كالعاده صباح النصر. مع السلامه.